الحمد لله على السلامة يا كوري. انت مين؟ انا جاي اخدم بالعربية. وخلي شكري فين؟ عنده شغل وبعتنا ناخدك. يلا شكرين يا برنس. ايه هتسيبيني كده؟ اخلع انت. كوريا غادي يا جدعان. كوريا يا الف نهار ابيض يا ولاد، يا الف نهار مسخسخ ودمي وحلو. وحشتيني يا بنتي والله وحشتيني. بقيتي زي القمر ما شاء الله ما شاء الله، انبرتي وزنهرتي ووشك موردم وجميله كده اهوت يا ولاد. هم كانوا هناك في السجن بياكلوكي بط برضك. ما خلاص يا ولاد فضحت امي. ايه اللي سجن سجن ده؟ لازم تقرطي عليها قوي كده يعني؟ امال هم بيسموه ايه؟ قولي سويسرا يا اختي. هم اسمه دلوقتي سويسرا. يا دي النصيبه اللي انا فيها. طب اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ يا سوكا تعالى شوف امك يا سوكا. ايه ده؟ كوريا يا منطقه، كوريا طلعت يا منطقه. الحمد لله على السلامه. يا كوريا يا قمر وحشانه لي بتس. ما زغرتي يا اما، زغرتي يا اما. الحمد لله على السلامه يا اعز واغلى واطيب كوريا. البيت والشارع والحاره ولا كان ليهم 30 لازمه من غيري. عشت. بقول لك يا سوكا، هو هنا فين؟ لسه ما فتحش. طب بقول لك ايه، روح ناديله بس ما تقولوش ان انا هنا. فريره يا فريره. لا هو لسه هيما ما يعرفش انك رجعتي من السجن يا بنت. يا وليد لا مؤاخذه يا كوريا، هو جه فيكي انتي؟ ما خدتش بالي، ما اعرفش يا اختي انك طلعتي من السجن. حصل خير يا قطه، يومك شبهك يا حلوه. على كباك عايزة. انت تختلت يا سوكا اللي مكتبنا افتح العربية. يا جدع امشي يا جدع، انا اخطفك يا جدع ميت. في ايه؟ تعالى بقول لك ايه. في ايه يا سوكا؟ سيبي يا اما سيبي. ايه يا اما سيبي؟ يا اما سيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ كوريا؟ الحمد لله على السلامة يا كوريا، ليكي وحش. انت اللي طلعت. نعم. يعني قصدي طلعتي امتى؟ وحشتني يا دعيم. وانت يا كوريا قوي. مش باين عليك يعني انك فرحان. يعني شوية كده. ايه؟ لا يعني ازاي يا كوري؟ ازاي ده انا مزقطه؟ مش باين عليك يا ابراهيم. ما انت خطفتيني برضك. انا قلت اعملها لك مفاجاه. دي احلى مفاجاه. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ مش كنت تقولي طب كنا زفناكي من هناك لهنا؟ هي دي حاجه تعدي كده. عارف يا هيما، انا طول ما كنت جوه ما كنتش بفكر اني عايز اخرج عشان اعلم على رموني الراميه السودا دي. لا، كل ما كنت اقعد لوحدي كنت اقعد افكر واقول يا رب والنبي خرجني ولو خمس دقايق بس امسك ايد الواد هيما وارجع تاني. حبيبتي حبيبتي يا كوريا، بقى كان كل فين دبلتك يا كبداكي؟ فين الدبله؟ دبلتنا في جيبي. في جيبي يا كوريا. وقبل ما دماغك توديك الحته شمال اساليني الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ الدبله في جيبك ليه يا ابراهيم؟ معرفش. نعم. لا بهزر معاك يا كوريا، اصل وانا بسوي الاكل بتسخن وبتلسعني، بتلسعني قوي يا كوريا. بس انا كنت هلبسها برضو يعني. ده انا لابسها هتروح فين؟ اهي شفتي؟ يا حبيبتي مالك؟ مش عارفة، أصل أنا مضايقة شوية، حاسة إنه هايدي قاعدة بتعاملني بطريقة رخمة اليومين دول. حرام عليكي، دي طول الوقت عمالة تقول عليكي إنك زي أختها بالظبط. حبيبتي لازم تقدري الموقف اللي هي فيه. أنتِ عارفة شركتها واقفة والموظفين عندها عاملين لها صداع في دماغها. ماشي، بس برضه مش للدرجة دي، أصل الطريقة بتاعتها بقت مستفزة جدا. معلش استحمليها بس شوية الفترة دي، على الأقل لحد ما الأزمة تعدي ونشوف هتعمل إيه في الشركة. نادر، انا عايزه اقول لك على حاجه. قولي. في واحده صاحبتي اشترت اوضه نوم فرنساوي من تركيا تحفه. وبعتت لي صور بتاعتها على الواتساب. حبيبي عاوزين نسافر هناك ونتفرج على العفش. اوكي مفيش اي مشكله. وانا اليومين جايين دول هنزل اشتري الهدوم بتاعه شهر العسل. عادي كده؟ ايه بتقوليها؟ عادي كده شهر العسل؟ عادي يعني. حبيبه قلبي، ده هيبقى اجمل شهر في حياتنا واوعدك هخلي حياتك كلها عسل في عسل. كوريا حبيبتي يا كوريا، الحمد لله على السلامه. يا كوريا عامل ايه؟ نورتي بيتك، نورتي بيتك. بيت ايه بقى؟ بيت ما بقالوش لازمه من غير امي الله يرحمها. انا اللي قربت ميعادها من قهرتها عليا.
معلش يا بنتي معلش، العمار بيد الله، مناش في نفسينا حاجة. بس انت غلطانة يا كوريا. ايوه غلطانة، غلطانة انك رفضتي تقفي معاها في المحل. وانا كنت هشم على ظهر ايدي يا خال. انا كل الحكاية بس اني كان نفسي اشتغل مع الناس هلوي عنين، معرفش انهم نصاي عايزين يفركوا الخلق تحت رجلهم عشان يعلق. معلش يا بنتي، المكتوب مكتوب، بس انا عايز اقول لك حاجة. اوعي تكوني فاكرة انك عشان شايلة سبقة في السجن تبقي خلاص. الخلق كلاتهم هنيه عارفين انك دخل السجن عن حق. حق ولا باطل بقى اخي؟ هما يعني كانوا بيكتبوا في الفيش والتشبيه جنب السبقة والنبي كانت مظلومة؟ بس ورحمة امي خير، انا ما هسيب الولاية اللي اسمها ليلى دي ابدا، عشان الولاية دي افترت علي ودخلتني السجن سنة ظلم، ده انا اتعلم عليها اني ثواب. يا بنت المكتوب مكتوب مهما طال الزمن، مهما طال. المهم يا كوريا، احنا عايزين بنت الناس نفرح بيكي وتتجوزي الواد الجدع اللي اسمه ابراهيم الكبدك ده اللي استناكي سنة بحالها. واوعك يا كوريا، اوعك يكون الشمال اللي انت شفتيه في السجن ده هيكون زغل لعنيكي. انت بنت ناس وبتربية. شمال يا خال؟ ولو كان ليا في الشمال كان ده يبقى حالي. بقول لك يا خال، في ناس كده هو زبطتها يمين، مهما الدنيا خبطت ولا رزعت فيها برضك زبطتها يمين، ما تعرفش تمشي في الشمال. ما شاء الله عليك يا كوريا، كده اقدر اقول لك حمد الله على السلامه. انت كده طمنتيني. المهم بقى، انزلي افتح المحل القديم بتاع امك ده وجدديه على مزاج مزاجك. تاني يا خال كوافير تاني؟ ما قلتلك 100 مرة خال أنا دكر، ماليش في مرقعة وسهوجة الحريق، بتخانق بيجيلي كرشة نفس، ما بستحملهمش، ما عنديش خلق ليه؟ اشتري خلق واسع للناس عشان يكفيهم. انزل اشتغلي تاني. في ايه دي؟ انزل اشتغلي وسندس هتعيش معاك هنا. سندس اللي عايش بتاع السنة بحالها قاعدة معايا بحقه ومرته وولادي، اتخنقت أنا كمان. ايه انت بتكروتني؟ ايه كمية الأخبار الزفت اللي انت جابها لي دي يا خال؟ خالتي سندس مين اللي تيجي تقعد معايا؟ وبعدين تعالى هنا، انت بتقولي عايش في حق، يعني شايفني أنا اللي عايشة في البيت الأبيض يا خال؟ الله يرحمك يا غالية، الله يرحمك يا أختي. لسه فاكر نظرتك ليا وانت بتموتي؟ لسه كلمتك في ودني قلتيلي كوريا مظلومة؟ قلتلك ايوه عارف، وقلتلي سندس مظلومة وغلبانة ولازم الاتنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. الله يرحمك. بقولك يا خال تعالى خال. الله يرحمك. ايوه ما هو الله يرحمها. تعالى بس اقول، انا وصيت امي الله يرحمها دي ماشي على عيني وعلى راسي، بس امي كانت بتعرف ترعينا انا وهي، انا هعمل ايه فيها؟ انا احتاس بيه؟ سندس دي انت ما تعرفهاش، دي ربنا فاتح عليها في شيء لله. لما كانت عايشه معايا كانت الرزق من كل حته. جربيها يا بنتي هتلاقي الرزق جاي لك من كل باب. الله يسامحك يا خير، والله العظيم بجد، عشان انت كده بتحملني فوطات. انا مش قلقان من ان السياحه هترجع تاني، لان انا متاكد ان شاء الله ان السياحه هترجع. ليه؟ لانه مفيش بلد في العالم زي مصر. طالعه فارقه زي امك، وعندنا مش عارفه تعيل على واحد مريش ونضيف زي ده ينضفنا وينقلنا من ام الفقر اللي احنا عايشين فيه. لا، ويعتلنا في سنادر الدكتور نادر. لا، وايه دكتور ومحامي في نفس الوقت، تفهميها ازاي دي؟ ونتن المرتين اللي جه زورنا فيهم جايب لنا فيهم ورد. ورد يا حيلتها، هنعمله شوربه ولا هناكله؟ يا باي ما بينزلش من زور. اهو ده بقى اللي لقيته وقع من الست هايدي، ما خدتوش لبيستو. انا هو انا كنت لقيت حد احسن منه يا بابا وقلت لا؟ هي كده طول عمرها بيضلها في القفص، من واحنا صغيرين بتاخد المنجايه كلها تاكلها وتسيب لي انا البذر. لو ايه، انا لازم اكل البذر ده وابقى مبسوطه كده وفرحانه، انا بنت الشغاله بتاعتهم بقى. لا روح امك، انا مش مخلفك عشان اقعد جنبك والقف البذر اللي بيقع منك ومنها. انت تجيب لنا القفص كله الهق فيه زي ما انا عايز وارمي البذر في الزباله. طب وانا بيدي ايه اعمله؟ طيب لا تعملي ولا ما تعمليش. بقول لك ايه، انت مزروعة وسط ناس بيدهوسوا على الفلوس بجزامهم، عالم عايشة في نعمة ما تستحقهاش. بقولك ايه، انت تطلعي تنزلي تشقلبي حالنا اللي يعلم الكفر ده. سندس جبتها لك اهي، سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوه ما تزعلهاش.
لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحلة قول لها شفته القمر في الحلة. قمر في حلة يا خال؟ انا ناقصة جنان؟ انت كده هتقلب لي شقة مرستاه. ما كفايه فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرضه مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونة. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونة ده حاجة ما تكفيش. ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبة، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسة ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيها شغل دلوقتي يا سندس. ماشي جعانه. لا بقول لك يعدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر انا هعمل لك كل انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه عليك يا اخ يما. الله يرحمك يما. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده. ده انتصار بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي كل حاجه لي عمري. اقعد يا انا بيبي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت هتبطل اوفر يا حبيبي امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده حبيبي بيبي. انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر. إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات. ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي. بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه. احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي. يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش انا هعرف اسنجف كويس. اسنجف قوي. يعني ارستق. اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي. وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل
هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شوية، بقت أي حاجة فيها أكل ودان الناس هتكسب هتكسب. احنا نعمل عقد شراكة ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحتة الارض بتاعتي اللي موجودة في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكية اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبة الخطورة بتبقى عالية جدا في القروض الضخمة دي، وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع محققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيرة جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي، وايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا، عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره، اللي بقى عنده قناة دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضة ودراما وأفلام ومنوعات وأغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسرة الدنيا دلوقتي. الله، أنا عجباني قوي الفكرة دي يا بيبي. أنا عايز أفتح قناة رقص شرقي وأخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكرة نجوان بترقص شرقي أحلى من الصفينار. وأنا جاهز بكل حاجة، كل البلاتوهات اللي موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبرة مدينة الإنتاج الإعلامي واقفة بس على الإمضة. وعلى فكرة احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لأن احنا ممكن نستفيد بيهم ونأجرهم ونعتبرهم أصول. والخطوة التانية بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها، وبعد كده نقوم داخلين دخلة قوية مع وكالة إعلانات قوية، وفي خلال 6 شهور القناة بتاعتنا تبقى أكبر قناة في مصر، وساعتها بقى نبقى نفتكر القعدة دي ونقعد نضحك عليها. أنا بصراحة متحمسة جدا للموضوع يا هايدي، الفكرة حلوة وجديدة وبتكسب. وانا كمان يا هايدي، انا من زمان وانا نفسي اكون في المود ده. واضح جدا ان انا الوحيد اللي دمه تقيل في القعده، بس انا بحب اتحرك بطريقه محسوبه وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في اي حاجه يا هايدي. بقول لك ايه يا نادر، انا مش عايزه اكمل حياتي في الشركه هنا مع السكيورتي، لا شغله ولا مشغله. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني اقول لها ايه؟ اقول لها والنبي سيبيني اروح اقعد مع نوال شويه عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وانت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجه عندك. ملهاش حاجه عندي ايه؟ انت اتجننت يا نوال، ده لو عيني رمشت واحده بس بتعمل معايا الصح. انا نفسي اعرف البت القزعه المسترجله دي عامله لك عمل عند انهي شيخ عشان اعمل لك عنده؟ ده انا فرشه لك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا ما فيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهك كانها درتش. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه يا نوال؟ احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي، انا شارياك يا هيم وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تهطلتي يا نوال؟ لا وربنا تهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي؟ كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده خدي حبيبي. دي حبيبتي، حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداني، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في المؤتمر الصحفي لاطلاق قناه هايدي تي في. ودلوقتي رحبوا معايا بمدام هايدي ابو طالب رئيس مجلس الاداره، وبمستر مروان ابو عرب مدير القناه. اتفضل. مساء الخير، اولا احب ارحب بيكم وبتشريفكم وبحضوركم بخصوص المؤتمر الصحفي
الخاص بإطلاق قناة هاي دي تي في. وأحب أقول إن القناة بتاعتنا هتكون نقلة كبيرة ونوعية ما بين كل القنوات الفضائية. هنحاول ونجتهد إن إحنا نقدم إعلام مختلف على مستوى الشكل والمضمون. إعلام حقيقي صادق قريب من الناس. وأحب أقول لكم وأعبر عن سعادتي بشيء شخصي، وهو إن اليوم ده من أسعد أيام حياتي، مش بس عشان افتتاح القناة ولا حضوركم وتشريفكم لينا، ولكن عشان زي النهاردة اتولدت أجمل وأغلى وأرق مخلوقة في الدنيا. اتولدت مراتي وحبيبتي وشريكة حياتي هايدي. وأحب أقول لها قدامكم كلكم كل سنة وانت طيبة يا أغلى ما في حياتي. صباح الخير يا حياتي، انتي طارق. هايدي هاتي نفسك شوية يا حبيبتي، انتي لحد دلوقتي واخده 3 حقن يا هايدي وبرضه ضغطك مش راضي يتظبط. انتوا بس شكلكم كان حلو وزياده في الحفله مش اكتر، فهو اكيد في حاجه غلط. نو واي، انا متاكده ان هو اكيد يا اما بيهزر معاكي هزار بايخ او عامل فيكي مقلب سخيف يا حبيبتي. مش قادره افهم. أنا ما علمتكيش كده يا هايدي. فاكرة أول يوم ليكي في الشركة لما شاورتلك على مكتبي وقلتلك ده هيبقى مكتبك؟ فاكرة أول درس قلتهولك إيه؟ إن ما ينفعش تتخذي أي قرار في أي حاجة سواء بالقبول أو الرفض إلا ما تدرسي الحالة المتعلقة بالقرار ده. أنا ما بقولكيش ما تزعليش، بس عشان خاطر أجلي الحزن ده شوية لحد ما نعرف ايه سبب الحكاية دي. اوكي روح بابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضرب او بطح لاخت كوريا. دي روسية مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاة في ليلة بهيجة امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومة. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجة غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وامها قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفوا امنا ولا حياه اللي مات ولادي وفي الاخر جايه تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحط قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على الرجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. شايفه شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها، لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني ده همت.
بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا خويا، زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيالنا رقيق يعني، هما شرحوا لكم على اقولك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا خويا. يا جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا، كوني محضر خير، فليأكل خيرا او ليصمت، فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ، ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهله، ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض اطلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه مش عاوز بلا يخت كوريا. اهز يعني يا ولاد، مش كوريا ما تهزيش. اعوذ بالله اعوذ بالله، ومن يرضى لاختي من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه، قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ بقى انا راجل كسار ملوي هدومي، وفي الاخر احب على راسها ده كسر راسها واللي شددوه لك كمان. هذا حكمي، هذا حكم الذي يشبه القضاء في اهلي ولا رد فيه، اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل. هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم من لحم الحمير الذبيح. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له، ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت كنت تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مش هردلك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب رصه فين رصه؟ بص من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو، وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلانة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. طب انا عايزه اروح، خرجني من هنا، انا مش عايزه اقعد في المستشفى، انا مش عيانه. حاضر حاضر، هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن، او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا، لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان مروان هرب، هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس القرض اللي اخده من البنك باسم هايدي، ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها، حولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ إيه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدا ياخد اجراءات علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي، بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا، خرجني من هنا، انا مش هقعد هنا ولا لحظه. خرجني بقول لك من هنا، عايز اهرب من هنا. حاضر حاضر يورو. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. طب فين المذكره بتاعه قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور؟ انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلصش. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. هاني تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي.
مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا، مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدتي وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله، ويعني لو مؤاخذه صوره بالمايوه ده صوره محترمه وانت مهزقه اتخن شنب في المنطقه. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلوم صناعه قسم زغرفه يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنه في سنه ثالثه مش عارف تعديها، بتاع عايزين تبقى خضر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذه؟ ها؟ عملوا ايه؟ انا عارفه بقى يا هما يا هما، ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بكوين يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خيرك في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كبداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوف لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي، تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكة تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخن ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص خلاص يا عيشنا. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه. بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. يا حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه يومي ما هترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان ما فيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها وجمدي. ماشي انت قدها. ها ماشي الحمد لله. باي باي يا بابا. باي يا روحي. باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي كلميني. حاضر يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. مع السلامة. مساء الخير. هايدي أبو طالب السيد السنهولي، موقفها إيه؟ تمام. اسف يا مدام في قرب منك بالسفر. ازيك يا هيبة وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره ما تجيش هنا يا نوال. الله ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص
سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبتسي كوريا متدهولة في اللي هي فيه. يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي؟ أنت عايزة تفضحينا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله. ما أنا بقولك الدنيا أمان، وأنا كل شوية هكلم سلومة أشوفه فين. ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليلة بقى لو عدت هيبقى خلاص، موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه على اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه يا هيما ضعيف. صدور قرار المنع من السفر بالسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده؟ وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك، ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار، وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه، وفي نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي، واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما؟ نو واي يا طارق، انت قريبها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس، ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. دلعني في حبك دلعني، ده انا قبلك يا ما قلبي وجعني. انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع، انا عايزه اتدلع على حسك يا ابو لمسة ايد بتقطعني. اصلك انت وحشني قوي حتى وانت حاضني قوي. اصلك انت
ومالك اخويا عامل زي الفار كده اللي وقع في الخايه؟ الله، وهي شايفاك ما تردش عليه. لا اصلها بتقفش لما ما بردش. قفشت فيها عقربه، ده ايه قله المزاج دي؟ ها شغل الزفت ده. ماشي. سوك سوك. الو الو، هتكلمه يا ابراهيم. بقول لك ايه، كوريا هنا وقلبها الدنيا عليك، وعايزاني اروح معاها ندور على خالتها بره المنطقه. اسالهم فين. طب بقول لك ايه يا سوكا، انا في طلعه كده، ها قول لها اي حوار لحد ما اجي لك. اوعى تهبل في الكلام، صاحب لصاحبه يا سوكا. ليه يا حول الله ولا قوه الا بالله. هو فين؟ ربنا يجعلك لفعل الخير. فعل الخير؟ بحاول يا سوكا، بحاول. ادعي لي. ماشي يا ابن عمي، يلا بالسلام. بقول هي لو احتاجت نقل دم بتصل، لو احتاج نقل دم بتصل بيا. طيب سلام. بس يا كوريا استني. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ حاضر يا كوريا، حاضر عليا. ده في مشكله. ايه هي المشكله يا اخويا؟ اتفضل. بيقول لك واد صغير قدام عربيه الكبده خبطه توك توك، قام هو خده وجري على المستشفى ما بين الحياه والموت. بس هو قال لي ان هو جاي. انا عارف ابراهيم في الحالات اللي زي دي بيخلص ام اوام، صاحبي بقى وانا عارفه. حاول لا قوه الا بالله العظيم. ماشي. قلت مزاجنا إلهي إيه اللي مزاجها البعيدة؟ مش يلا ولا إيه؟ يلا. أنت عارفة يا بنت يا كوريا، كان لنا زمان بنت قريبتنا، كانت بنت يا عيني كده برضو عقلها خفيف وطاق منها وهاجج، زي خالتك كده يعني. أيوه. بس البنت ده هي كانت حلوة بقى وشابة وملظلظة كده اهو، بيضة وزي الفل، تتاكل أكل والله يا كوريا، تتاكل أكل. أيوه. بس إيه، كانت قاعدة مع أبوها وأمها. كوريا لسه تحت. هي البنت دي ما وراهاش حاجة؟ لا ولا التانية، في حد يبيع خضار دلوقتي؟ هنعمل إيه؟ أنا بقالي ساعة محبوس هنا. الله يخرب بيت شورتك المنيلة. الله يخرب بيتك يا نواد، الله يخرب بيتك. بس العين مش عليك، أنا اللي كلب وربنا. جرى ايه يا هيما؟ يعني ما اتبسطتش؟ بس بقى اتبسطت ايه ونيلت ايه؟ خرجيني من ام الحبسه دي يا نوال. طب خلاص هبص لك انا. خرب بيتك يا كوريا، بوظت لنا اليوم. يلا بقى. طب يا اخويا بس بقى انت راح. بس بقى يا يخنقوها، اصل احنا سلو بلدنا صعب قوي قوي قوي. طب هي خالتك مش دماغها رايحه منها؟ بس والله العظيم والله العظيم دماغ في طاقانها. اه والله ربنا يرجعها بالسلامه يا رب. يا نسبتي يا نسبتي يا نسبتي. في ايه؟ سلومه جه. حرك اسود ومنك. تعالى هنا، رايح على فين؟ تعالى ام البتاع. هنروح تعالى. ايه على فين؟ تعالى خبيك في اوضه النوم. هنروح فين؟ اوضه النوم ايه ده؟ وقت اقولك تعالى. تعالى خبيك فيه. ناو واحد وقع من الكوع. طبخنا ايه النهارده؟ لا طبخه ولا عامله، اقلي لك بالطين. بالطين؟ ده الواحد بطنه مششت من كتر البيض. يا اخويا اجيب لك طباخه، شغل البيت بيهداني. ماشي. رايح فين؟ محصور. ايه ما فك الزنقه. ناو انت يا اخويا اللي كنت سايب الباب مفتوح. انا مش بس انا بتقل ان انا قفلته. مش عارف وانا البيت دريان بحاجه، ما ادخل اعمل البطين. ما خلاص يا ولية، حكيتي لامي كل حكايات المجانين اللي تعرفيها في حياتي. انا مال انا ومال مجانينك؟ انا خالتي مش مجنون، سندس مع اقلها ما خافش الا من بعد ما جوزها وابنها ماتوا والشقه والعيد بيه. بقتي حرام يعني، ما بتفتكرش قوي وساعات ما بتميزش البني ادمين. خلاص كفايه بقى صدعتين. خص عليكي يعني، ده جزاتي ان عاوزه اسليكي واخد بحسك. شو النبي خدني احسن. خلاص انا اللي قربت الجنب ومش طايقه اطلع الشقه وخالتي مش فوق. طب تعالى. ازيك يا مسوك؟ ازيك يا اخويا. ازيك يا ابراهيم؟ عمل ايه الواد؟ اني وين؟ يو اللي خبطه التوك. اني توك؟ مالك يا هيما اللي كنت معاه في المستشفى؟ الواد مات يا سبتي. الله يرحمه.
حول ولا قوة إلا بالله. طب وسواق التوك؟ خدوا منه التوك توك وهيعدموه. تعالي بس. بس إيه يا دي الصمت ده؟ يا للو ده أنا مش شايفك، ده شغل فنادق. بيجيبولي واد ابن جنيه كل فتره كده يهف الشوق يجي يضرب سندوتشات من غير عدد وفي الاخر يحضرفني النص صباع. السلام عليكم. وعليكم. ايه ده الحزن ده يا في ايه؟ اجي لك وقت تاني يا هيمه. يا تعالى هنا خد بقى. ايه الزعل ده؟ انت على طول مش طايقني كده يا ده سكت. انا بحبك، ده انت ليك وحشه والله بس انا مش عارف ليه. اقعد بقى خد لك نفسين يد يا دوعد. ده حلوه الاحبالك الصوتيه. معلش يا هيمه، انا كنت مفكرك قفلت روحت البيت. ليه امي متوهوشه قوي على كوريا؟ بتقول لي لسه ما جاتش لغايه دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. يا عم عماله تلفلف على خالتها من الصبح. قلت لها اجي معاكي قالت لي لا. قلت لها بركه يا جامع، انا قصدي دماغي مش ناقصه للنواح. طب بقول لك ايه، اروح انا انام، انت عارف امي ما بتنامش الا لما بروح. السلام عليكم. يا ده سكه تروح ايه وامي ايه وتنام ايه يا ده؟ انا عايزك شبعان. يا عم سيبه يا عم، ده راجل فنان ومثله الاعلى الاستاذ هاني شاكر. خلاص يا جماعه انتوا هتشيلوا المشاريب ولا ايه؟ خلاص امشي انت يا سوكا وانا بكلمك في التليفون. ربنا يهديكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تقعد يا سوكا شويه. عسل يا هيما. بقول لك ايه، سيبك بقى من الهزل ده عشان انا عايزك في حاجه جد. خير يا طاعون. طالعه كده حلوه هنعمل منها قرشين. ميكروباص شمال سارقينه من تحت بيت واد اسمه هندي مقصات. هو واد خبق بس عمل فيها بلطجي وغلط معانا. قلنا كده نربيه ونعمل له كارثة ود. بس قبل ما نركع الميكروباص عايزين نطلع بيه كام فلعة سوا. ايه رأيك؟ طب انا هعمل ايه في الطلعة دي؟ كابتعون يا هيمة. هتعمل ايه؟ هتمسك عجلة القيادة. يلا يا هيمة بقى، عايزين بقى نرجع لأيام زمان. هنقول احنا لسه حبايب. يو ما خلص قلنا. طب بص انا هقول لك حاجة مش عايز اقولها لك تاني. تعون ده مش مجرد اسم، ده اسلوب حياة. حبني بقى وسيب لي نفسك. ماشي يا طعم. يا ابويا الحقني يا ابا، تعالى يا ابو الحبشني شوف عمل في ايه العيال وداد الكلب دول. يا ابا الحقني يا ابا. خدي حرام عليك، كنت فين صرعتني عليك؟ حرام عليك. عامله ايه انت؟ مين انا؟ كوريا يا خالتي. حرام عليكي كده برضك تعملي فيا كده وانت عليكي. الحقني يا ابا والنبي. الحقني يا ابا والنبي. لا خلاص خلاص، انا هاخدك معايا، هاخدك معايا دلوقتي. ضربوني. يا 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 خلاص يا خالتي هانت اهي. ابعدي عني خالص. يو ابعدي. يو يو امشي. يو يو عايزه تدخليني جوه علشان يحبسوني؟ لا انا مش هدخل جوه. يا خالتي حرام عليكي، فضحتي امي. عايزه ادخلك المستشفى يكشفوا عليكي، ده جسمك كله بيخر دم. لا يا اختي مش هخش، انت عايزاهم ياخدوا الدم بتاعي يبيعوه. يا الصمت السوداء، انت هتلبسيني توم او ليه؟ عايزاهم يكشفوا عليكي بس والنبي. انت عايزه تموتيني وتلبسيني جوه. يا خالتي طب خلاص خلاص خلاص، هتفضحينا خلاص. يا ناس الحقوني، يا ناس الحقوني، اعملوا معايا. والنبي ما عملت لها حاجه، انت خالتي عايزه ادخلها يكشفوا عليها. لا عايزه تموتني. يو البنت دي عايزه تموتني، انا ما اعرفهاش. إيه إيه يا اخويا ما اعرفهاش. والنبي ما في حاجه، دي مشاكل عائليه، ما فيش حاجه. توكل انت على الله. توكل على الله. لا انا ما اعرفهاش دي. يا سبتي عايزه تموتني. اشوني يا خالتي. انا يا خالتي انا كوريا. اشوني. ودي بقى جرع بالفلوس. حرام عليكم يا ابني، دول اخر 150 جنيه في جيبي من المعاش، وبنتي قاعده عندي وجوزها كرشوب للشغل، والصبح كنت اجيب لابنها اللبن المدعم. حرام عليكم. يا قطعوني يا راجل يا ممل. ايه الرخي ده؟ لول لول لول، فلقتني بقصة حياتك. وإيه اللبن المدعم ده؟ يعني أنت كده كسبت تعاطفي؟ ده أنا هشرمك. أبو سيدك، أبو سيدك يا ابني، حرام عليك. ما تفكك منه يا طاعون، شوف لك عيل شاب أحسن. يا هيما سيبك من الناس دي، أنا عارفها كويس. إبي يابا أقول لك. قلبي. اتظلمت بقى علينا، اتظلمت. لا بقول لك إيه يا طاعون؟ تقليب موت ماليش فيه. الراجل ده ينزل بفلوسه ياخد بيها حقنة في أقرب أجزخان. السلام عليك يا هيما وعلى قلبك الرهيف. ماشي عشان خاطرك بس. ننزله بقى المره دي بفلوسه عشان خاطر هيما، ما احنا اصلنا في ميكروباص صبايا الخير. اصحى اصحى يلا هتنزل. شكرا يا ابني، شكرا يا ابني، ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ايه غور؟ انت بتدعي لي؟ غوركك خابط. انت حطيت ايه في جيبك؟ لا لا لا، ده القصافه بتاعتي يا هيما، اتكل انت. ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ انت ليه مصحيك لحد دلوقتي؟ انت فينك يا ابدكي وسايبني لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ ده انا قلت انت سبت المنطقه وهجرت استراليا ولا حاجه. مش انت يا كوريا اللي قلت لي مش عاوزاني معاكي؟ يا سلام، وانت ما صدقت؟ كنت فين؟ كنت في مصلحه كده مع الواد طاعون والعيال. وانت لسه في مصالح بينك وبين العيال دي؟ احنا مش قلنا ماشينا غير ماشيهم ووعدتني مش هتخرج معاهم تاني؟ لا ما تقلقيش يا اختي، مصلحه نظيفه وزي الفل. وقلت بالمره لفلف ادور لك على خالتك. اه
ولقيتها؟ ابدا، ده لا حول الله لا اله الا الله يا رب، ده انا مش عارف الولاده دي حصل لها ايه، ده زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتها. خالتي نايمه جوه يا هيما، مش قلت لك لا اعرف عنك حاجه ولا تعرف عني حاجه؟ بجد وربنا، ولقيتيها فين؟ لا ولا استني استني اطلع لك على السلم كملي لي الموضوع لحسن رقبتي تلوح. بعد كده بقى فضحت امي كالعاده وراسها والف سيف، ما تدخلش معايا المستشفى. اعمل ايه؟ خدتها على البيت وحطيت لها الميكروكروب وحمتها ونيمتها. على فكره كوره، انا قلت ان احنا مش هنلاقي الولاده دي تاني، بس انا ما حبيتش اقول لك عشان ما قلقكيش. والله او ربنا. طب هو حتى لو كده يا هيما تقوم سايبني في وسط الطريق كده وماشي ادور عليك جنب ما لقكش؟ هيما بقول لك ايه، انت فيك حاجه متغيره اليومين دول، ولا اقول لك مش اليومين دول بس، من ساعه ما خرجت من السجن كده وانا حاسك مش انت، مش 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 هيما بتاعي اللي انا عارفاه. مش هيما بتاعك يا كوريا، امال هكون هيما بتاع مين؟ وانا بتاع حد غيرك؟ بقى خدش منك الا كلام، لكن اجي ساعه الجد ادور عليك ما لقيش حاجه في ايدي. طب هاتي ايدك، اديني كل في ايدك اهو. احنا مش هيتقفل علينا باب واحد بقى ولا ايه؟ انت عايز يتقفل علينا باب واحد ليه؟ لا عشان نبقى نلعب طاوله براحتنا. يا راجل احنا عسلنا. يا لهوي يا رفيقتي، ايه اللي انا شايفاه قدامي ده؟ صحيح اللي اختشوا ماتوا، وانا اقول العماره هتقع عليه؟ ما هي من النجاسه اللي معششه فيها. يا لهوي يا رفيقتي، الحقونا يا خالي. يا لهوي الحقونا يا خالي. خش جوه يا ولد، خش يا ولاد. الكرام، لو انت لسه هتخطب مش وقته يا شيخ، مش وقته. انتظر يا اخي ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وكلنا نعرف الاخت كوريا واخلاقها العاليه، ونعرف مين برضو اللي بيتكلم عنها وصاحب العقل مطالب بالتمييز. افلا تعقلون؟ افلا تتفكرون؟ يلا يا خد، فضوا اللمة اللي انتوا عاملينها دي. الله، ولا هو سيرك ولا هو سيرك. وانت يا سلومة إيه؟ ما تلم مراتك يا اخويا، لم مراتك من قدام الرجالة، ولا هي كلها لحمة عند الجزارين. يلا 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 يا نواب، يلا حبيبي منك ليه. يلا يا اخويا، يلا يا يلا. في ايه يا اخ ابراهيم؟ عايزك. طب يا كوريا اطلعي انت تبين على فوق. يلا خد يا سكه وصلها. يلا. نعم اخ ابراهيم، احذرك أنت تشعل نار الفتنة بسبب ما تعلمه وتعلم إني أعلمه. خلاص يا عم الشيخ خلاص، ده بدل ما تدعي لنا إن ربنا يهدينا، روح أنت عشان تلحق صلاة العشاء. ده إحنا داخلين على الفجر. طب روح عشان تلحق صلاة الفجر. ما يقدر إن شاء الله. مش حلوة كده يا كوريا، مش لايقة على وش. يو، وأنتش فاهمك أنت، أنت اللي هتقولي لايق ومش لايق. مال؟ ما حلو أهو عمال أقول البلح، ماله البلح؟ وحش؟ وحش البلح يا بنت شيمو؟ حلوة أوي ولايق عليها. أه بنتك لايقة عليك. حلوة أختي البلح حلو. يلا عشان ما تعطليش إخواتك. يلا. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده، ازيك يا خال؟ الله يسلمك. امسك يا شيماء، دي 10 جنيه والنهارده اجازه، روحي مش عايزيني. في ايه يا خال؟ بحلق لها ليه هديه؟ بقول لها اجازه، اتوكل على الله. يلا. يو، في ايه يا خال؟ استني هقول لك في ايه. اتفضلي اتفضلي. اتفضل اتفضل. وده ايه اصله ده؟ كنت السودا
هو في ايه يا خال؟ وانا من ساعه ما خرجت من السجن وانت واخدني فحت رد، كل شويه عمال تجيب في بلاوي وترمي على امي، ده ايه الوكسه السوداء اللي انا فيها دي؟ قلت لي افتحي المحل يا كوره، افتحي محل امك يا كوره، قلت لك حاضر يا خال، قلت لي خدي خالتك وراعيها، قلت لك حاضر ايه؟ دلوقتي جايب لي واحده هربانه وعليها حكم وتقول لي تويها، ده بتاعي ان شاء الله. بعد اذنك يا سوره، هي وقفت النار على رجليها تعبان عصبها، تعالي ريحي بره، تعالي تعالي ريحي هنا، ريحي هنا، هتفضحيني ولا ايه؟ ريحنا. بقول لك الهانه من الجوه ديت، انا شغال عنديها وخيرها عليا، وجزها ناصب عليها ورافع عليها قضيه واعره قوي، وانا لازم اقف جنبيها. خيرها عليك انت. تقف بقى جنبيها، تقعد جنبيها، انا ماليش فيه. بقول لك ايه، انت خالي لكن تجيب لي نصيبه معرفه. لا نصيبه ولا ما نصيبهاش، هي هتقعد معاكي ومفيش حد يعرف انها هنا واصل، ولو حصل منها اي مشاكل ليكي انزحها في اي مكان. طب وعلينا بايمان ده؟ منزحها من الاول خالص، احنا نصيبنا صايم. هديكم البوكس والله يا كوريا. بقول لك ايه، لا تقعد معك هلتك سندس، بدل ما سندس كل شويه تنط من البلكونه وتروح تجيبيها من كل حته. يا نصيبتي السوداء، تقعد مع مين؟ سندس؟ انت عايز تقلب لي البيت ده بلاوي من كل لون يا بطيسطه؟ صمامين دي ولا مينا فيها ايه عشان نتويها ونشيل طينه؟ يا بنت طلعت مينا، وعهد الله بالبوكس في وشك. هتدفع لك ايجار الاوضه، اجمعي فلوس، فلوس التنكيس عشان تديها للمعفن الجزار اللي اسمه سلومه ده، بدل ما يطردك انت وخالتك برا البيت. وهي دي لو حلتها فلوس كانت جت قعدت هنا، دي شكلها عدمانه وبتكح جير. بقول لك يا خال، دي شكلها طمعانه، هتبلط في ام الشقه ويبقى وضع يد زي بنسمع عنه في التلفزيون. اسمع اللي بقول لك عليه يا خال، انا عارفه الاشكال دي كويس، دي طمعانه. ايوه تصدقي طمعانه؟ طمعانه في ازازه الزيت اللي موجوده عندك على الرف جوه، ولا قلم الحواجب؟ ايه عبيطه طمعانه فيه؟ الهانم دي معاها فلوس تشتري بطن البقره مين؟ ده تشتري كل البقره اللي في السوق. ايه دي؟ يلا بينا تعالي. طب بقول لك ايه؟ هي هتدفع كام؟ عايز يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني 3 ربط جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي، والله عليك. ودي يا قلبي 3 ربط جرجير زي العسل اهم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال، عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي، كل يوم تاخدي مني جرجير، ما فيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البنت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها، بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع، وانا هجيب لك قرار امها. وبالله يا جماعه، احنا دلوق اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن، انكحكح بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ تفضل، هذه المتعلمه بتاعه المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي، ست جمالات دي، ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفتة البيضة. اي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حق. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حق، انما انا اقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن، صح؟ ما هي دي بلدنا. امال اعلامها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواق.
خدي رد عليه لو كان الواد القص بتاع المعسل قولي له نسي الموبايل وراح مشوار اصل عليا ليه فلوس. حاضر. الو. ايوه يا ماما ازيك يا حبيبتي؟ اجوان انت فين يا حبه عين امك؟ انا كويسه يا ماما وفي حته كويسه ما تقلقيش. انت عامله ايه؟ كده برضه يا ضحيه. ايه اللزوم اللي انت عملتيه ده؟ هي ست عيني كانت عملت فينا حاجه وحشه. اتي اتي اخويا. الو يا بنت يا نجوان. يا بنت الكلب انت. انت هتستعبطي وتسوق الهبل والعبط زي امك؟ هتعيش طول عمرها خدامه وهتموت خدامه. بقول لك ايه؟ هو احنا مش اهلك وناسك وملزمين منك؟ ولا هي حنفيه فلوس وملايين الهانم جات لحد ابوك واخواتك ونشفت والميه قطعت؟ اسمعي بقول لك ايه؟ التعبان اللي معاكي ده انت تخليكي حويطه معاه. اوعى تسلمي له نفسك غير لما يدفع ويكع دم قلبه. الشيله تقيله عليه. اديله كتف وشيلي معاه. حاضر حاضر يا بابا. ماشي حاضر. طيب ماشي يلا باي دلوقتي. ها انا هكلمكم كمان شويه. يلا سلام. أكيد كنت بتكلمي مصر وأكيد برضو نسيتي إن إحنا متفقين إن ده ما يحصلش والأكيد الأكتر إن حضرتك ناسية إن العدالة المصرية بتدور علينا. يعني هما ممكن يتتبعوا رقمك ويعرفوا إحنا فين ويوقعونا زي الفار في المصيدة وساعتها حضرتك هتستغني عن العز ده كله تلبس الجلابيه البيضة وانا البس البدله الزرقاء ونبقى جرام في قراميدان. ها ايه رايك بقى في الفيلم ده؟ عجبك؟ انا مش قادره استحمل الوضع ده على فكره. انا حاسه نفسي ان انا رخيصه قوي. بص يا مروان لو انت جايبني هنا عشان تتسلى بيا ماشي ولو مش عاوز تتجوزني برضو ماشي بس الفلوس اللي انت لهفتها دي كلها انا ليا فيها نصيب وعاوزاه. خليك فاكر ان انت ما كنتش تقدر تلعب على هايدي وتلهف منها كل الفلوس دي من غيري عشان انا اللي كنت مداري على كل اللعب بتاعتك وانا بقى مش مستعدة ان انا اخسر كل حاجة. اسمعيني يا حبيبتي من الاخر ومن غير لنجرة انت معايا كسبانة ومن غيري في الشارع يعني ما عندكيش اختيار تاني. وعلى رأي حبايبنا اللي في مصر اللي هما من الحتت اللي أنا وانتي منها كلي عيش. أنا قلت عد عليك بالفاكهة ونقعد مع بعض شوية لكن الظهر ما فيهاش وعد. أنا نايم. بقولك يا نعم. ابعت يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله شوف لك حل في موضوع الخلفه دي. انا نسوان الحركه الوش ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره الحاجات دي بتاعت ربنا. لما يأذن بالعيل هيجي العيل. بس انت نايميني عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في جسخة نايل اعوذ بالله. كان يوم توشتك يوم اسود صحيح كتك 60 نصيبه الهي ما ترجع. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كوريا؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا كوريا؟ ازيك يا سوك عامل ايه؟ ايه حكايه بنت خالتك دي؟ مال زي ما قلت لك هي اسمها جمالات وكانت عايشه بره من زمان متجوزه واحد من الخلايج دول قوم يحصل ايه السنه دي بقى؟ الراجل يموت ام ولاده ولاد الحرام كلوا عليها الورث ومنزلينها على مصر زي ما انت شايف كده. لا حول الله يا رب. يعني ما جبتليش سيرتها قبل كده؟ لا ما انا اصلي بنساها. انا من كتر ما هي عايشه بره من زمان يعني بسقطها كده ساعات. ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ مؤقتا يعني لغايه ما نشوف لها مطرح تاني. ما انا اصلي خالي يعني ما لقالهاش مكان عنده قام زايح عليا. بس حرام انت غلبانه بقى ومن كسره وضيعت شبابها على راجل ما يستاهلش. فيك الخير فيك الخير والله. انت حلال انت حلال كوري. عشت يا سوق. انت بس قول لامه
تخلع البت من دماغها عشان بنت فعلا مكفيها مش حمل نخوارة امك. ها يا امي مالها بس يا كوريا؟ دوم بتتمنى الخير المنطقه كلها قبل نفسها. دوم مجدع ست في المنطقه، مفيش سر في المنطقه الا مع عمي، عمرها ما خرجت سر ابدا بره. ايه ده في ايه؟ انا هندي مع صوت ابراهيم شيطان خط السيده جيزه، ولاد الحلال قالوا لك راكب عربيه انت ولاد طاعون، والعربيه تلزمني يا اما رقبتك تلزمني. طب الدخله دي مش حلوه يا هندي، انت في بطن البقره بلد المليون راجل، يعني تقعد وتاخد واجبك ويتعامل معاك الصح لحد الاخر وترجع باللي يلزمك. واجب الاوتومبيل العربيه فين يا ابراهيم؟ الموضوع ده ما يخصنيش، ده يخص طاعون. روح ياد يا سوكا مدهن. اوفك انا خد يا سوكا. العربيه فين يا ابراهيم؟ ما قلنا ما يخصنيش، روح ياد يا سوكا مدهن. طمني يا دكتور، ربنا يطمن قلبك. الجرح كان عميق ونزف دم كتير قوي، احنا عملنا له عمليه وحطيناه تحت الملاحظه وان شاء الله يبقى كويس. ادعوا له يا رب. حرام عليك يا ابراهيم، ليه تمرمط نفسك مع الاشكال دي بس؟ لا انت شبههم ولا هم شبهك. ما يا ما قلت لك اهي ناخد حته ارض في ايها صحراء ونبعد عن الشر ونغني له. استفدت انا ايه اما تروح مني في شربة ميه كده؟ توجع قلبي عليك كده يا ابراهيم بس. ربنا يأمري بالسلامة يا اخت كوريا، وانا هدعي له في صلاة الجمعة ان شاء الله. ما تزعليش نفسك يا كوريا يا بنتي، ربنا عمره ما يجعل غلابة ابدا. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك ما انت عارف. الطف يا رب، الطف يا رب. معلش يا حبيبتي، قوم يا كوريا، قوم روحي انت قعدي مع خالتك سندس وبنت خالتك جمالات. ايوه، وانا وسوكا حنبات مع هيما هنيه للصبح، وحبقى اطمنك بالتليفون. قوم روح. فين يا خالي؟ اقطع دراعي من هنا، المكان بوظ على الفقر ده وسبب في كل اللي احنا فيه ده. ما كنا قاعدين في امان الله لا بينا ولا علينا من ساعه ما رجلها تحت خطة البيت، واحنا المصايب نازله ترف علينا بالتقيل. هذا المرار الطافح. ما اقول لك ايه، احنا مقدر حالتك يا بنت الناس، مقدر حالتك. تعبانه هاي، تعبانه كوريا. بقول لك ايه، ما هي بنت اختي زي ما انت بنت اختي بالظبط، وهي مزنوقه والمزنوق لازم نقف جنبيه. اقف جنبيها انت براحتك، انا خلاص ما عدتش طايقه اروح اشوفها في البيت. يا حنن قلبي عليك يا ابراهيم، كان مكتوب لنا فين كل ده؟ اهدى يا ستي، اهدى يا ستي، ربنا يجاوبهولك يجاوبهولنا كلنا بالسلامه. وبعدين ما تزعقيش صوتك عالي، الناس عيانه. يا اللي بطن البقرة كلها عايشة بحسك يا إبراهيم، يا اللي ما تطلعش منك العيبة أبداً يا إبراهيم. أنتي بتنوحي على إيه يا وش البومة أنتي؟ ثم أنت اللي جايبك هنا أساس، ليكي فيها إيه عشان تنوحي كل ده؟ ما هو أنت لو ريكي راجل مش متجوزة عبص، ما كانش واحد سمع لك حس. اهدي حس. اهدي، الناس عيانة، الناس تعبانة. اهدي. هو أنا خايف. هقول لك على حاجة، أنا من سنتين كنت عاملة زيك كده بالظبط، وثقت في بني آدم 100% لحد ما اتصدمت، وبعد ما فقت فهمت إن إحنا بني آدمين، عشان كده ما بقيتش أثق في أي بني آدم، بثق بنسبة صغيرة قوي 10% كفاية، وعلى فكرة دي نسبة كبيرة. يلا باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ساعة ما فات ما روش سيرة إلا كوريا كوريا كوريا. ألف سلامة عليك يا ألف سلامة عليك إبراهيم ولدي، الحمد لله المرة دي جت سليمة. بركة في كوريا يا عم شكري، هي اللي جريت بيها على المستشفى قبل ما دمي يتصفى. ما تقولش كده يا هيم، وأنا لازمتي إيه من غيرك بس؟ الله 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 الله، قاعدين في كذا بالليل، أجيب لكم جزازتين بحليب تشربوه وأنتوا قاعدين. يوم يا خال بقى.
بس انت ليه بقى يا ايما ما قلتش للحكومه اللي كانت واقفه دلوقتي على الواد ابن الحرام اللي عمل عامله السودة دي؟ يا عم شكرا، احنا حواراتنا مننا فينا، الحكومه ملهاش دعوه، النهارده عندي بكره عنده، والشارع بيحكم الكل. يا عم شكرا. هيا الو، هيا حاضر حاضر جاي على طول. مع السلامة. مع السلامة. في سلام عليك ابراهيم يا ولدي، الحمد لله اني اطمنت عليك. معلش هسيبكم عشان ورايا مشواري مهم، حق الله صورك. ماشي، سلام يا خال. سلام عليك، شيك حاجة وحشة يا عم. متشكرين يا خال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم. الله يسلمك. يبقى خلي بالك من نفسك، الناس دي بتحبك قوي. ربنا يخليك يا ابله، مش عارف من غيرك كنا عملنا ايه. ما نمتش امبارح والله، طول الليل معانا والله. ربنا يخليكي لينا يا ابو الهجر، زي ما بيقولوا ملك الرحمه. اه والله ملكة الرحمه. طول عمرك رايقه يا سوكا وبتقض. انت اسمك سوكا؟ لا انا اسمي سوكا الحلواني، وفي البطاقه اسم سيد، بس الحلواني دي مش الشغله بتاعتي، انا شغلتي الحقيقه مطرب شعبي، ومن الاخر بقى كده مش مرتبط. طب الحمد لله على سلامتك يا استاذ ابراهيم، لو احتجت اي حاجه انت عليا بس. شاكرين يا اختي، ربنا يخليك. هو انا حكيت ولا ايه؟ هو انت هتفضل مدب مع البنات كده على طول؟ ما كنت تطلع دبلتين وتشبكها بالمره، كثافه البيت. فبوريش، عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين، ده المنطقه دي نايسها كلها. بقول لك ايه؟ تعرفي زيكا باصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي، انت ما تعرفوش؟ الايطالي؟ الايطالي السداد، الاسم ده مش غريب عليا؟ طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك، هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره؟ دي بقول لك ايه، في ايه؟ اه دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. اشمعنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صوره امي. ما انت ما تعرفيش امي، دي امي دي هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت هو لعب بعيد، والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتايج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا، جت في القرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي، عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن، قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواف؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي، وننم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه تنمي على مين يا بنتي؟ على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك، اسم الله يا اختي. عاوزه انام معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي، مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليكي يا مسوكة، ده انت حبيبتي، ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايا كبير في السن، اه ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟ الله لا تكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنه يا اختي. انا ما اعرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنت البت ده ايه سهناي؟ اه والله سهنه كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده هوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا مسوكة. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله، ده انا ما بقاش ام مسوكة يا بنت. ايه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله.
عم بيومية دينا اسمعيني كويس. من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبة. لا طب وانت عرفت ازاي؟ مش مهم ازاي، المهم انت تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبة، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون، فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي والتاني هيبقى معايا والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقة اللي روحت لها بيها المرة اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حتة وتروحي لها وتدي لها تليفون وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش باي حد غيري انا او انتي وفقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها يعني انا كمان متراقبة؟ ايوه دينا بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجه على التليفون تخلي دينا. دينا فاكره المحل أيوة اللي كنا ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين عن الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسف. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. متوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحده ما تفهمش حاجه والتاني ما تعرفش حاجه في المنطقه، ما تتخيرش عنها، هيكون راحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكه دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، ما اعرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجه مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كدهوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يا عبد يا ابني المفكوكه منك دي من هنا. مش معقول يا كوريا انتي؟ انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. يا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوك وراح لوحده ولا ايه؟ ولا يلا يلا بالراحة يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ليه ده؟ يلا يا سوك. لا مؤاخذة حاج نامي ان كان فيش حاجة. يلا يلا. يلا سوك. يا واحده بس ام سوكا يا عسل، الام المثاليه ام سوكا حبيب قلبي وحشاني. يام مين يا واد البت اللي انت جايبها في ايدك دي حتى الاحمر والاخضر ولابسه لي الشيء الفلاني؟ اما دي قبل هجر جايه لابراهيم تغير له على الجرح. تغير له على الجرح يا اما كلمتك يا اما ولا زدتك على طرف؟ وتدوس لي على طرف ليه وتكلمني ليه؟ وانا مالي ومالي العالم دي اساسا يعني؟ وبعدين هي طالعه لابراهيم عشان تغير له على الجرح، وهو جدع واحد لوحده في الشقه. معناتها ايه دي بقى ان شاء الله؟ بقول لك ايه يا امه، دي بنت مؤدبه ومتربيه، ومن الاخر دي شغلتها بقى يا امه. شغلتها يا اخويا. هو انت يا واد ما بتشوفش تلفزيون ولا ما بتشوفش تلفزيون؟ ما انت هبل وعبيط ومخبل يا ولا، تشوف القصه متسبسبه تتسرسب وراها على طول. بقول لك ايه يا امه، تعالي اطلعي معانا عند ابراهيم، ابله هاجر مش عايزه تطلع، بتقول ما ينفعش اطلع شقه فيها اتنين عزاب. لا يا اخويا انا ركب الروماتيزم واكلهم وما اقدرش لا اطلع ولا انزل، بس اقول لك يا واد لا انا هطلع. ما اطلعش ليه؟ ما يبقاش عيلي في ايدي واقول راح فين. شد ايدي يا وال. تعالي يا ام اتفضلي يا ابله هاجر. استنى يا واد الحاجات ده هي دي احنا هنسيبها كده هو تسرق يا وال. مش هتسرق يا ام، انا هي الاثنين يا ام. شيل يا اخويا شيل. حاضر يا ام. اهو يا ام خلصيني يا ام، وادي كمان البصل اهو يا ام. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا، انت حلوه وزي القمر اهو. يلا يا وال يلا يا ام بسرعه يا وال. يلا يا ام يلا ان شاء الله عليك. يلا يا ام يلا. دي والله ولا كوز العسل. اه يا بنت انت عارفه حارتنا ده هي كلها كده على بعضها، ما فيش فيها ملاك رحمه دخلوا ابدا غيرك انت والله. كل اللي بيخشوا لنا ملائكه عذاب يا رب، ملائكه عذاب. انا نفسي افهم يا بنتي يا هاجر انت ايه اللي عاجبك في الشغلانات؟ مالها يا خالتي شغلانتي ده انا بحبها قوي. يا سلام. طب قول لي انت يا كبداكي، قول لي انت شاهد على زمان البت دي بتحب الشغلانه دي ليه؟ انت ليه محسساني انها رقاصه؟ انا هقول لك يا خالتي انا بحب فيها ايه. هات دراعك بالراحه. يتحب فيها ان هي بتخفف وجع ناس كتيره قوي،
وممكن تنقذ حياة بني آدم، أمه تموت لو جرى له حاجة، ولا يكون عنده بنت تتيتم من بعده. بالراحة بالراحة. ده أنا اتحشرت بقى. شوف هات إيدك بقى. شوف شوف بس. أنا قلت الكلام ده من قبل كده، هو إن دولت شغلانتهم الكلام وبس. يا مزوكا في إيه؟ ده دكتورة قد الدنيا. سيبك منهم يا هاجر، دي عالم جهلة ما تعرفش حاجة. أنا وإنتي متعلمين زي بعض، ما تشوف أمك يا سوكا. ياكي بداكي، ما أنا برضو اللهم صل على النبي واخد الإعدادية ومكمل بقية تعلمي موهبة. تسمع حاجة من الموهبة؟ لا إحنا حنان. حاجة صغيرة بس. لا حنان. حتى قولي يا ودارت الأيام. اسمع الموهبة، اسمع الموهبة. لا 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 أنا بعشق أنا ترارا وأنا كل لك أنا أفندم. علاء عبد الحميد، رئيس مباحث اسم مصر القديمة. بس كفاية كده، بس بقى. طب فوقيها بس كده، هي مالها فيها ايه؟ معلش يا باشا، ايه اصل البنية لسه جاية مصر بقالها كام يوم. بسكوت يا باشا، عايشة في الخليج من صغرها ولسه وارد جديد. مالكش دعوة بيها، احسن ناحية ساعد. خليك تمشي في الشارع تقول سندس عملت وسوت. ما تخافيش يا حاج. طب كويس، بدأت تفوق اهي. مين فيكو بقى كوري عبد العاطي؟ ايه ساعة الناس اللي واقفة قدامك بتتصربط دي، وعاملة وهي وقربتها حوار، عايزين يهدوا البيت على دماغنا من فوق، مع ان سكان العمارة كلهم كل واحد منهم دفع حصته في تنكيس العمارة. حتى الست الغدالة دي بتاعت القدرة دفعت، انما هي من الشيفها رئنا. ومع ذلك كانت ساعة الباشا عندها محل لمؤاخذة كوافير وبتكسب ياما. ده غير ان قربتها متجوزة امير خليجي من اللي بيناموا على الفلوس، ومتسيخة من هنا لهنا. شوفك نايمة في طور بيتك يا بعيدة. طب انت كويسة دلوقتي؟ احسن كويسة. ابعد انت بس، ابعد عنها انت. مالك يا حاجة في ايه؟ هو انت ظابط حقيقي ولا من اللي بيطلعوا في التلفزيون؟ ايه الكلام ده؟ جرى يا حاج. معلش يا باشا، هي اصلا تعبانه شويه. معلش خليك معايا. طب يا نسا كوريا، الاخ سلومه مقدم فيكي بلاغ انك بتهددي ارواح 5 اسر لانك مش عايزه تشاركي في اعمال تنكيس البيت. ارواح؟ انا بهدد ارواح يا باشا؟ ايه ما قالكش كمان اني بحدفهم بالملاتوف بالليل؟ يا اخي ارواح ما تلبسك انت ومراتك العقربه دي، راجل ناقص ومعفن صحيح. انت رايح تجيب لي الحكومه يا راجل يا زباله؟ شايف ساعه الباشا اللي اتادبها وطول لسانها دي مش عامله لسعادتك اي اعتبار. لا 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 اعوذ بالله، ده انت على دماغي من فوق يا باشا. بس هي كل الحكايه ايه؟ انا هشرح لك موضوع التنكيس ده. هم عايزين مني 10,000 جنيه، انا لغايه دلوقتي حوشت منهم كام؟ 4,300، يعني مش ساكته. بس لو الحكومه يعني مستعوقاني ولا شايفه اني مقصره، لو ممكن يعني تدفعهم لي هي بقى. ما انا هعمل ايه؟ ما هو اي حل بس نخرج بيه راجل معفن ده بره الموضوع، وبعدين انا بقى مني لكم حكومه نستفي مع بعض. هو ايه ده اللي نستفي؟ ايوه يا سعاده الباشا، ايوه احنا بقى نستنى ونموت لحد ما سعادتها تحوش الفلوس، ولا الحكومه تديها الفلوس وتقسطها عليها. الله، ما تموت ولا تولع، يعني انت شايف نفسك ليك لازمه قوي يعني وانت حي؟ بس خلاص، احنا هننتدي بالحي، وهننتدي بلجنه هندسيه تيجي تعين البيت، وهي اللي تقول لنا ومحتاج ايه وفي خلال قد ايه. لجنه ايه يا سعاده الباشا؟ الحي ايه يا سعاده الباشا؟ ده انا جاي بدل المقاول 3 وكلهم اكدوا ان البيت ده لازم يتنكس، والاخت اللي واقفه قدامك دي هي المؤاخذه اللي واقفه عنا. الحكومه جايبها تقول لجنه ومش لجنه. شيلها يا ست لجنه. ده بدل يعني ما تقبضوا عليها وترموها في التخشيبه. شوف يا باشا، هما دلوقتي مش عاجبهم كلامك اهو. انت هتعرفوني شغلي ولا ايه؟ اتفضل اقف بره انت ومراتك لغايه مكتب المحضر. ماشي يا سعاده الباشا. انا دفعت يا سعاده الباشا، استنى. اتفضل يا حاج. امشي. سياده الحكومه تشرب ايه؟ ميه بس مش ساقعه. عيني. انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله احسن. اسمك ايه؟ هاي جمالات. اسمي جمالات. جمالات؟ وانا خلاص ابلة، ما احتاج قبل كده لازم اجي لك المستشفى وسط الممرضات يعني والعيانين. قولي يا ابلة بس. يا سوكا انت ما تعرفش فواز اخوي ده، لو عرف ان انا بكلمك هيقعدني من الشغل، وانا بصراحه بحب الشغل قوي، وكمان مش عايزه ازعله. اخويا فواز شايل البيت كله من ساعه ابويا الله يرحمه ما مات. يا ابلة احنا بنعمل غلط يا ابلة،
ما احنا قدام الناس كلها اهو، وقدام ربنا الاكبر من الدنيا دي كلها يا ابله. معلش يا سكه مش هينفع، انت هتفضل ساكت كده؟ انت كتمتيني يا ابله، وانا اللي بصراحه كنت جاي اعزمك على فرح. ايه ده، انت هتتجوز؟ الف مبروك. اتجوز ايه بس يا ابله، ده فرح البنت بوسي اخت وهدان، وانا اللي احيي الليله من الصبح لغايه اخر النهار، ويا ريت يعني تشرفينا، يعني يكون شرف لينا. الف مبروك يا سكه، ربنا يوفقك يا رب. ربنا يوفقني، وانا طالع رحله اسكندريه مع اصحابي، ربنا يوفقني. يلا بقول لك اول فرح هغني فيه يلا، يعني لازم تبقي موجوده وفي اول كرسي يعني في الفرح. طب افرض يا سيدي انا عرفت اجي وانت هتبقى بتغني، انا هقعد مع مين؟ مع مين؟ مع امي سيدي الحباب يا ضنايا انت، وانت عارفه امي بقى بتحبك قد ايه. امك اصلا ما كانتش طايقاني المره اللي فاتت، ده انا كنت حاسه ان هي هتخنقني. امي ده انت على نياتك، دي اطيب حد في المنطقه، اديها سر بس، لا يمكن تطلعها بره. دي امي طيبه جدا جدا جدا، والمنطقه كلها بتحبها هي، بس مشكلتها اللي على لسانها يعني بتقوله. ايوه بتقوله على طول بس، لكن طيبه قوي قوي. وبالمره اعرفك على كوريا، على فكره بنت كوريا دي بنت رجوله قوي قوي، وان شاء الله هتبقوا اخوات كده زي انا وابراهيم، فيا ريت تشرفينا بقى. خلاص يا سوكا، ما اعرفش والله، بس انا هحاول اجي. ايش طبعا لقيتك عندي بالدنيا، ويا ريت وانت جاي يعني ما تنسيش تجيب معاكي فلوس عشان تنقطيني، يعني كده وكده ارجعهم لك. الواد سوكا لسه نازل يوضب العده عشان خاطر فرح اخته وهداء، دول ولاد حرام عازمين أمة لا إله إلا الله بما فيهم الحكومة. يا أخويا ده عالم ناقص، بيجوزوا البنت وهي لسه ما تمتش 14 ولا 15 سنة. وفيها إيه يعني يا كوري؟ أي حد في الدنيا بيحب يسطر على بناته، وخالاتك كلاتهم متجوزين صغيرين، ولا الواحد يخطب البنت من دي وتقعد تحمط جنبه يعني؟ يخطب في خيخ خلاص. سلامتك يا هيم، إيه ده أنت غيرت على الجرح؟ آه، ما الواد سوكا أصله ماشي مع البنت الممرضة، جابها لي اتغيرت هي على الجرح. يا انصبتي؟ وطلعت لك هنا لوحدها؟ بالراحه يا كوريا بالراحه. ده انا ما استجراش اعملها وانا خطيبتك قدام الحاره كلها. في ايه؟ جاب امه معاها، اتنيل جاب امه معاها. طلعت بنت نظيفه ما رضتش تطلع لوحدها. وام سوكا حبتها؟ وهي ام سوكا تحب حد؟ دي قعدت تشاكل فيها طول ما هم قاعدين، في الاخر وهي ماشيه جت تبوسها قامت عضاها. وليه عقربه وناقصه؟ بقول لك ايه؟ سيبك يا اخويا من الناس دي كلها تولع في بعض. المهم انت بقى انزل لنا بالسلام. الحاره وحشه قوي من غيرك يا هيم. انزل خد بحسين. لما تطلع انت يا كوريا تاخدي بخاطري. ما تطلعيش. نعم يا خيه. الف سلام عليك يا هيمه، ورانا مشاوير، يلا بينا. حاضر يا خيه. هيم هبقى اطلع لك تاني اما خليه يجي تاني. ها ليه وانا هفضل قاعد هنا؟ انا كل يومين وانزل اتنطط لكم تحت. انا لا عارف اكل ولا اشرب ولا افتح المحل حتى من غيرك، انزل بقى. ربنا وانا كوريا، انت وحشاني قوي كوريا. كوريا يلا كوريا يلا امشي مع خالك، هنهرج ولا ايه؟ امشي. حاضر. بتاع مين العمود ده يا كداك؟ سلام سلام يا حكومة الأبناء، حكومة الأبناء، حكومة الأبناء، حكومة الأبناء.
رايحة صح يا خالتك سندس، تيجي تشم شوية هوا وتسمع المغنى بتاع الواد زوكا ده. ما بلاش يا خال، هتعمل لنا قلق في الفرح. ما تخافيش ما تخافيش، هخليها تضرب نفسين وتقعد معاك. ايه؟ يعني يا عم بتشوفي؟ أنا مالي وأنا اللي هقعد أدادي فيها. أنسة كوريا. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار البيت ايه؟ وقع ولا لسه؟ لا لسه، سعاده الباشا ما انا قدام سعادتك اهو. اتضايقت انا المره اللي فاتت عشان قريبتك اللي اتخضت دي. اه لا لا، حصل خير يا باشا. هي لسه تعبانه ولا ايه؟ اصلا انا مش شايفها يعني. لا اصل هي مالهاش في الافراح والجو ده يعني. اه طيب تمام. طب ابقوا طمنونا بقى، عملتوا ايه في البيت؟ حاضر سعاده الباشا باذن الله. السلام عليكم. حبيبة قلب يا أمي. يا أمي حبيب قلب أمك يا أخويا، يا مشرفني يا رافع راسي، يا مرقصني يا حبيبي، عرسك وصينك يا رب. عجبتك يا أمي؟ عجبتني، أنت تعجب الباشا يا روح أمك. الله أكبر، عجبتك؟ كنت كويس قوي. أه ده أنت تعجب الباشا يا ولا والله. هو اللي كنت كويس بس يا حبيبي. يا حبيبي أنا من غيرك مش عارف كنت أعمل إيه. مش عارفة والله. السلام عليكم يا أمي. خمس دقايق. السلامة يا حبيبي. ممكن يا مولانا أضرب واحدة بيرة؟ لك حرية الاختيار يا أخي سلوم، بس سامحني انا لن اجلسك وانت تشرب هذه البيره. ولا تعالى واحده افتح. انا حطيتها تحت الكرسي يا مولانا، مش هشربها الا لما تمشي. ها ما هو الواحد لازم يضمن اخرته ويضمن دنيته في ان واحد. ازيك يا خالتي؟ اهلا يا كوريا، ارقصي. ازيك يا اختي؟ مش انت برضك الممرضه اللي كانت معانا في المستشفى؟ ايوه يا كوريا، انا اسمي هاجر. عشت الاسامي يا هاجر. الله يخليك، نورانا. ربنا يخليك يا رب. مشكرين قوي يا هاجر على العمود اللي جبت لك بداك، ما كانش لزوم تتعبي نفسك يعني. عمود؟ عمود ايه؟ سلام يا اعلى باشا كل امه من مصر، سلام كل امه من مصر، امه من مصر. ماله بيك الظابط ده؟ مش انا. من مين ان شاء الله؟ البنت جمالات بنت خالتي. بقول لك ايه، سيبك بقى من الكلام ده كله وقول لي. خير؟ انا عايز اعرف يا ستي اللي نزلت هنا دلوقتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ايه النور، الفرح منور والله. ايوه كده يا بنت جمالات، انزلي كده وقعدي معانا وخش فينا ونخش فيكي. ايوه حد خلي الدنيا تبقى بنت كده يا بنت. الله ما شاء الله عليك، ده انت زي القمر. جبتها ليه يا خال؟ مش طالعه كنان. اهدي، لقيت سندس نايمه وهي شبطت فيا، ادي لازم انزل معاها، ما اقدرش اقول لها لا. دي قدامها فقر وانا مش هحلق على حد النهارده، شيل انت بقى. بنتي يا كوريا، تعالي عايزاكي. انا هقول لك على حاجه، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم يا رب. انا ما كنتش عاوز اقول بس بقى، وانت عارفه انا ما بحبش للرد ولا الكلام كتير ولا حد يقولني ولا حد يعودني، بس اعمل ايه؟ البت نوال ولو انها بتحبني وانا بحبها، اه جابت لي وبتجيب لي على طول الرز بلبن، وانت ما بتشوفينيش حتى بكوز بطاطا. اخلصي وانا هشوفك. انا امي دعيالي والله النهارده احسن يوم في حياتي عشان حاجتين. ايه بقى؟ اول حاجه اول مره غني بفرح كبير زي ده، وتاني حاجه. تاني حاجه ايه اللي جابك هنا يا اختي؟ فوزي قومي جري قدامي على البيت. يا استاذ فوزي افهم بس. قوم من وشك. هات احلى تحيه حيره طايره لاجدع ناس في الكره الارضيه، اهلي وحبايبي وناسي، اهل بطن البقره، الرجال قبل الستات والستات قبل الرجال، اللي كلهم عيلة واحدة مفيش بينهم سر أبدا. أي حاجة بتحصل في أي بيت بعدها بساعتين مفيش حد ما بيعرفهاش. وعشان بقى ما احنا أهل وعشرة فأنا مش هخبي عنكم حاجة، ما كده كده هتتعرف. أنا عايز أسأل الست نوال مرات جزار الحتة المعلم سلومة، إيه اللي بينك وبين خطيبي؟ إيه اللي بينها وبينه يخليها تستقفها جوزها وتطلع لخطيبي وهو عازب وعايش لوحده بعمود الأكل؟ إيه اللي بينك وبين خطيبي إبراهيم يا نوال؟ يا نوال! أنا نوال، يمد إيده عليا ويفتح لي دماغي قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. عملت ايه يعني وعشان مين؟ عشان طلعت لابراهيم ووديت له اكل؟
طب ما هو جارنا وابن حتتنا ومتعور. عملت ايه يا موسوك؟ انا كفرت ولا كفرت؟ مش الواجب كان هو اللي يطلع له بحتتين لحمه ولا رغيف حواوشي؟ ماشي يا سلومه، ما هو لو كان راجل كان جاب كوريا دي من شعرها وعمل اللي ما يتعامل معاه، ولا كان اتخانق مع ابراهيم ولا شكري. لكن ده مش راجل يخاف منهم، فلح يتشطر عليا انا بس. بطلي بقى زعط ومعط، من الاخر كده ده راجل واطي وما عندوش اصل. اه، وعلى راي المثل يا بنت، العيط في الفايق نقصان من ايه؟ من العقل. اه، وانت اساسا متطلقه منه بالثلاثه، مش رمى عليك يمين الطلاق بالثلاثه؟ لا تعتبيها ولا تخشي فيها. وبعدين يا حبيبتي انت لا مخلفه منه لا عيل ولا تايل، يعني لا ليكي عنده ولا هو له عندك، خالصين. اه يا دكتور يا دكتور يا دكتور، احنا هنمشي امتى يا اخويا؟ احنا هنا من ليله امبارح تعبنا بقى. ما تقلقيش، هي حالتها مش خطيره، بس هي عشان نزفت امبارح فاحنا علقنا لها محلول. اول ما يخلص ان شاء الله هنطمن عليها وهنخرجها ان شاء الله. طيب يا حبيبتي انا همشي بقى، علشان انا خلاص تعبت طول الليل قاعده، القعده السودا ده اهي رجليا جرمزت، جيت افكها مش عايزه تتفك بزراجين، وانت حضرتك نايمالي على السرير ابو مرتبه حلوه دهيت، وحاسه بنفسك كده انك اميره. ايه يا اختي في ايه؟ ما هو انا عشان بنت اصل دماغك اتفتحت جيت معاكي والوحدي، عشان انا بنت اصل ومحدش سعرك، وبنت معاكي ومحدش عبرك. ايوه، عشان انت اصلا محدش بيقبلك بهب والنفس، والله العظيم الحاره كلها ما بتطقكيش يا دي البت، عشان انتي ما انتش عامله لنفسك حبيب، مكرهه فيك الدنيا كلها يا شيخه، حرام عليكي. فوتك بعافيه يا قلبي، انا عملت اللي عليا ونط وازح والله العظيم. سلام عليكم. وديني وما اعبد لكون مفرجاك يا سلومه انت وكوريا. انا ايه، ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته؟ وانا ما فيش حاجه تعملها ابدا اقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل، اهو 011. ده راجل زباله زباله، طول عمره يضربها ويبهدلها، وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ اي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي، انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي، عايز اعرف ايه عايشه ازاي، ظروفها ايه، بتعمل ايه، محتاجه لايه؟ انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش، ما عندكش بنت، بكره ما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم، ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل، يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط، اي ام سو هابي. قضيه كبيره قوي يا ابو طالب بيه، مش صغيره زي ما حضرتك متخيل، وللاسف ما فيهاش اي ثغره قانونيه. انا معظم الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، انا بعملها كصديق للعيله، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجيه مش محامي. ده على اساس انك حليت المشكله وانت محامي عشان تحلها وانت صديق. هي كان اسمها ايه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبله. هي مين؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. أنا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجة بس علشان أبقى مبسوطة كنت هنفذ فورا. إيه اللي أنا عملته غلط يا سارة؟ إيه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحدة ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجولة؟ أنا قدامك أهو يا سارة، فيا مشكلة؟ عندي حاجة غلط وأنا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة، بجد هي اللي خسرانة مش أنت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش أي طعم من غيرها.
تخيلي لو رجعت انا مستعد انسى كل اللي عملته. مش بقول لك هبله ما تستهلكش. ما تغيري التركي اللي انت عماله تتفرجي عليه طول اليوم ده وتحطي لنا حاجه تانيه. هقول لك ليه ما انت جاهل؟ ما انت اصلك كنت بتعرفي تركي زيي كان زمانك فاهمه ومستمتعه. هو ده تركي يعني؟ امال ايه لو انت؟ وانت بقى بتعرفي تركي؟ اه يا اختي بعرف اوريكي؟ اه وريني. ماشي. صباح الخير مازمازيل، كيفك اليوم؟ والله مو كتير منيح عدنان بيك، امبارحة ما نمت بنوب. ما يهمك، ارتاحي اليوم وان شاء الله بتصيري احسن. انت بتحكي على ايه؟ على تركي التحفة اللي انت بتقوليه. اه يا اختي تحفة، وانت مش فاهمك، وانت لسه بدري عليك ومش عرفت بالحاجات. قومي افتحي الباب. لا يا اختي انا بتفرج على المسلسل، قومي افتحي انت يكون برنس سلوكة بتاعك. قوم افتح عشان اخلص منك بس. حبيبي عشيك يا بابي حبيبي يا بابي. انت مش متخيل يا بابي وحشتني قد ايه. انت يا روح بابي. خطوة عزيزة يا أساتذة. مين دي؟ كوريا يا بابي. الله يعز مقدارك يا بنتي، ربنا يخليك، احنا متشكرين قوي ومقدرين جد عندك يعني، خصوصا وقوفك جنب بنتي هايدي. والنبي انا كنت عايزة اهتم ولا اقول لك ايه اللي بتقوله ده يا ابو طالب باشا؟ معقولة؟ ده هايدي هانم دي اتشرف المنطقة كلها لما تقعد وسطينا. مين الهانم دي؟ الهوانم هايما المرة جاية نجيب شوية هوانم. مين دي؟ سندس يا بابي. سندس. الشاي ده معمول بمية معدنية؟ مية ايه يا اخويا؟ مية معدنية. مية النيل. النيل اللي بيشرب مية النيل يرجع لمية النيل تاني. يا حبيبتي هايدي جبت لك الحاجات اللي انت طلبتيها. ميرسي، متشكرة قوي يا حبيبتي. بص هايدي يا حبيبتي يا بنتي، انا عايزك ما تخافيش ما تقلقيش تكوني مطمنه، احنا لسه جايين من عند نادر. نادر ماشي في القضيه زي الصاروخ. انت احترم نفسك يعني، قاعده فسحه بيكنيك وسط عيله جميله اشكالهم غريبه وتنبسطي. امارات حلوين هم كلهم ناس. انت بتشاور ليه؟ ها؟ لا بقول يعني عنكم ناس كويسين. انت متجوز؟ انا لا، بس متكلمين عليا يعني. مين دي؟ دي سندس يا بابي، خالة كوريا. اه وسهلا. انت بتروح الحجاز؟ اه بروح الحمد لله. انا عايز اروح الحجاز. حاضر يا ستي، ان شاء الله يا ربنا ينولها لك يا رب. عايز اجيب مية زمزم لساعة. اه نجيب له مية زمزم لساعة. ده حاضر حاضر. ساعة ده بيحب البيض. ما تاخدش بالك ابو طالب باشا، اصل سندس اختي نفسها ومن عينها تطلع تروح الحجاز، ربنا يكتبها لها ويكتبها لنا. لا المهم تجيب بيض لساعد. بصوا بقى، انا هفتح مشروع هنا في بطن البقر. انا هدخلك الجامع الليله فقط يا اختي نوال، انت لا تعلمين كم الحرج الذي تضعينني فيه والشبهات التي ألاقيها، ولكني لا استطيع ان امنع امه من اماء الله من بيت بيوت الله حين تحتاجه. انت بقى تدبقي حالك كده وتقعدي لحد ما نشوف هنعمل ايه، وبعدين تخشي تتوضي وتصلي لك ركعتين لله، وانت ساجده كده اهو اطلبي من ربنا وقولي له يا رب يا رب الولايه والغلابه، افرجها علينا يا رب، افتحها علينا يا رب، وهي ليله تعدي بالطول بقى ولا بالعرض على ما نشوف هيحصل فيك ايه. يلا. كتر خيرك يا مسوكة. كتر خيرك يا شيخ ناصر. لمؤاخذة نوال، انا هقفل الباب من الخارج بالمفتاح وسافتحه في مواعيد الصلاه للنساء فقط، فجرا وظهرا. سامحيني يا اختي نوال، دي تعليمات وانا ملتزم بها. اقفله يا شيخ ناصر اقفله، ما الدنيا كلها ضاقت بيا، مش فارقه بقى يعني انا مسجونه فين. اقفل يا هايدي، حرام عليك اللي انت بتعمليه في نفسك ده. انت تيجي تقعدي عندي في البيت وانا اروح اقعد عند عمي، احسن من المكان اللوكال اللي انت عايشه فيه ده وعايزه تعملي فيه مشروع. وما تخافيش، البوليس ما يقدرش يجي جنب بيتي او مكتبي، انا فوق مستوى الشبهات. شبهات ايه يا ابو شبهه؟ انت احمد بس، احمد بس حبيبتي، ما ينفعش انك تحتك بالناس، انت هنا مستخبيه، انت كنت بيزنس وومن، وشك ما شاء الله قمر ومعروف، يعني اي حد هيشوفك هيعرف. يا بابي انا نزلت هنا وشفت الناس، هم صحيح بيئه قوي بس غلابه،
اكيد ما بيقروش جرايد ولا حتى بيشوفوا في التلفزيون غير المسلسلات والافلام. انا بقى قررت ان انا اعمل مشروع يهتم بالمراه في الحاره الشعبيه. لو انت من بتوعات المراه والحاجات دي يبقى ده انت من اولها انك بتجري في الخسران. احنا هنا حرمنا ملهمش في الجامعات النسوانيه والحاجات دي خالص. نسوانيه انت بتقولي ايه؟ انت مش فاهمك اصلا باللي انا بقوله. لا يا اختي انا بفهم في كل حاجه. ما تقول لها وعشان ابوها موجود. كيف يعني يا ست هايدي كيف؟ كيف دي بقى هقول لك عليها واحده بواحده يا استاذ شكري، بس انا عايزاك تبقى معايا ستيب باي ستيب. انا معاك ستيب خطوه بخطوه، يعني انا مش هعرف اعمل حاجه من غيرك. هو انت ناويه تعملي ايه؟ ممكن تفهميني؟ ناويه اعمل حاجه زي الحاجات اللي انا كنت بحبها. ما تقلقيش يا دينا، بس انا يعني احتاج شويه تمويل للمشروع ده يا بابي. انا حبيبتي تحت امرك، اللي انت عايزاه ابعتهولك مع شكري، بس ما تفتحيش قوي بقى، انت عارفه رصيدي على قدي. لا يا بابي ما تقلقش، انا المشروع ده مش هيكلفنا كتير، هو ايجار المحل وشويه البضاعه اللي هجيبها. هيكون هنعمل المحل بتاعي. شفت شفت زودتها في الرقص، بهدلت الاصابه بتاعت كتفك. معلش اشرب اشرب يا هيمه واربع الليله ليله هنا وسرور. احنا معمول معانا واجب، انما ايه في اهيمه كتاب اللي انا بحبك حب طاعون ما حبوش راجل لراجل قبلك. ايه الليله دي بتحب طاعون يا ايه الليله دي؟ الحمد لله الحمد لله. الله 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 الله, الله. انت ليك في سن المعاشات ده؟ لا انا ليا في فلوس المعاشات. استنى بقى كده شويه لان شكل السناره غمز. سناره اللي تغمز يا عم كبداكي دي، لو السناره غمزت فيها تموت. ده حلاوته يا حمار، اللي زي دي ها تظبطها في اول اسبوع، تتجوزها في التاني، تموت في التالت، تورث انت في الرابع، معروفه. ايوه يا صاحبي، بس عزرائيل مش بالنيه، ومحدش ضامن مين بيموت قبل مين. مش هيك تبقى معمره وبتضرب بالركلي الوليه دي، ساعتها تشرق انت الاول وتبقى ليلتنا طيله. ساعتها ابقى شهيد، احتسب شهيد، معروفه برضه. طيب انا اروح احبق بقى عليها ها وراجع لكم، ولو ما رجعتش تبقى الليله اتظبطت. ماشي خلاص يا هيم، خلاص يا هيم، وفر الكوز ده لتيتك. يلا الليله دي حبيبي يا حبيبي. شاطره وشطوره على فكره، انا معجب بحضرتك جدا جدا جدا. مش حضرتك نيكول سابا برضه؟ انا جمعت حضراتكم النهارده علشان ابلغكم اني منسحب من قضيه مدام هايدي تماما، ودي كل الاوراق اللي هتحتاجوها علشان تستعينوا بمحامي تاني. اتفضل يا ابو طالب بيه. ايه التهريج ده؟ يعني ايه تنسحب؟ في ايه يا نادر؟ مفيش اي حاجه، في محامين كتير جدا مش لاقيين شغل. ليه يا نادر؟ ايه بس اللي حصل؟ والباشمهندس مش عايز يعرف هو كمان ايه اللي حصل؟ انا فاهم كل حاجه، بس ما بحبش اتسرع زي عمي. تمام، يبقى انا محتاج اعيد الكلام ده وللمره النهائيه. ابو طالب بيه، أنا كنت بتابع قضية مدام هايدي بصفتي صديق للأسرة مش كمحامي، لأن أنا كمحامي مش شغلتي إن أنا أعمل لها بطاقة مضروبة، ده ضد شغلي، ومش شغلتي كمان إن أنا أهربها لأن ده ضد مبادئي، ولا شغلتي إن أنا أزرع لها عين في مباحث الأموال العامة لأن ده ضد القانون. أنا كنت بقوم بكل ده لصالح هايدي ولصالح القضية ولصالح حضراتكم طبعا، لكن لما أعرف إن أنتوا رحتوا زرتوها في بطن البقرة اللي أنا شخصيا ما أعرفش مكانها فين، وان الهانم هتفتح هناك نشاط اجتماعي، هنا لازم اقول ستوب، ما اقدرش اكمل. ليه؟ لان اللي انتوا عملتوه ده هيضر هايدي وهيضر القضيه وممكن يقفل لي المكتب بتاعي، وانا ما عنديش استعداد للكلام ده. احسن برضه هنشوف محامي تاني احسن منك. شت وبعدين بقى اسكت خالص. اي يا دكتور نادر، بس من غير بس ولا يا دكتور، كلامي كلام نهائي يا ابو طالب بيه. ورا القضيه معاك وربنا معاكم. يا خارجة من باب الحمام وكل خد عليه خوخة 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 خوخة. ما تفتحي يا ولية. يا حبيبتي جت فيكي، تعالي تعالي، انت جيتي عود 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 ترى يا بيت. انت مش ناوية تعقلي بقى وتطلع على بيتي؟
يا بنت انت بقالك جمعتين في الجامع، الشيخ ناصر خلاص هيكفر منك كده هو. الله، وهو ماله هو؟ وانا كنت نايمه في بيته؟ ده بيت ربنا. ايوه هو بيت ربنا، بس انت خلاص ما انت شايفه نفسك يا بنت، وشك بقى قد اللقمه. ايوه لا اكل ولا شرب ولا حموم، عفنتي، ده قله قيمه على الفاضي. وكلكم والنساوين امات الخمار دول كوم يخلوني اصلي معاهم كل صلاه بالعافيه. صدقي بالله يا بنت انت، سلومه ده اهو لو الجنه انه معاشر واحده زي علشان خاطر تخربي بيتك وتسيبيه وتطفشي علشان عايز يتجوز. طب ما يتجوز يا اختي ولا يولع بجاز. الله، طب ما هو يجيب هم على هم. انت ايه اللي مزعلك يا بنت؟ ها انا تعبت قوي يا ام سوكا، مفيش حد قصدته الا وبعدي. يا بنت انا هجيب لك من الاخر، انت تطلعي بيتك تستسمحي جوزك. ايوه نار سلومه ولو جهنم الشوارع يا بنت، انت بقيتي شبه القط اللي مسربينه في الخرابه يا بنت. هيتجوز عليكي ولا ريشة؟ شوف الست تشرب ايه. مش عاوزه حاجه. ست؟ بقيت ست يا سلومه؟ ايوه ست، أم الراجل وبعدين أسره أحسن من طول أمور. يا ست نوال عاوز أرجع بيتي يا سلومة. أنت من أمتى ليكي بيت؟ فتشني فتش. الله، ما خلصنا يا سلومة وأنت اتشرطت وقلت لما وافق إنك تجيب لي درة أرجع البيت، وديني بقول لك أمين، وهو البلا اللي ربنا بلاني بيه اسم. ما كانش اتعزى يا ست نوال، وبعدين حكاية لمؤاخذة توافقي وترجعي دي انسيها، كل وقت وله كلام. دلوقتي جدد في الأمور أمور، وسبحان مغير الأحوال، اللي يجيلك يمين يروح منك شمال. يعني إيه يا سلومة؟ انسي. زي ما انت شايفة يا ست الكل شرح وبرح ويجري فيه الخير، ده مش كده وبس، ده واخد نصيتين. لو في حنفية تغسلي فيها الأطباق وتغسلي إيدك وتتشطفي كمان. أتشطف؟ هقول لك تعالي 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 اتفضلي. في يحتاجين لك مغسلة. ايه رايك بقى يا جماعه؟ محل بوجهتين وعلى شرعين، والرجل هنا ماشيه طوالي على طول شغاله يعني. Not bad, nice. تقول لك نايس؟ ها؟ نقول على بركه الله يا ست الكل. ما قلت لك نايس، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ شغلتي. نعم. ايوه يو، يعني هي الدنيا هتتهد؟ خير، عايزه مننا يا وش البومه تاني. ممكن تدخليني يا اختي؟ الانكسار ده، خش. مين دي؟ دي نوالة خالتي جارتنا. نعم، عاوزة ايه؟ عاوزة اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي. يا نهار ابيض، يا الف مبروك يا اختي. روح روح رب الشربات اواه. ايه؟ استني يا خالتي، واي فرح تطلبي ايد مين لمين يا اختي؟ ده القعدة اللي بينا عايشين فيه ده. اطلب ايد الست جمالات للمعلم سلومة جوزي، شرع ربنا محل للراجل اربعة، وانا بقى ست مؤمنة وطالبة الحلال لجوزي. حلال ايه يا اولية يا عيبة؟ يا حل وسطك يا بعيد. لو انت فاكرة كل النسوان زيك خطفت رجالة، ثم تعالي هنا بقى، هو بقى يرجعك عشان كده؟ قومي من هنا زبالة الحريمة دي. قومي جاتك القرف. المحلل ومحلل، اطلعي يا اختي اطلعي، انا حق علينا فتحت. انت هنا يا راجل يا قفص، اتفضلي. هقول ايه؟ ما هو انت لو راجل ما كنتش شجعتها بعد عملتها السودا وفضحتها ام جلاجل، لكن ازاي؟ راجل كل عشته مع البهاي، اكيد طبعا كرفوا عليه. اتوكل على الله من هنا. جرى ايه يا ولاد؟ في ايه؟ هي عاملين ريعه كده ليه؟ انت مالك انت يا برده انت؟ حدك حشرك حدك بسبتك واحده وباقيه على جوزها، انت مالك؟ لعلمك انا مستحملك برضو عشان ست جمالات، ما تسيبي صاحب الشأن تقول رأيها. هو انت لا ترحمي ولا تخلي رحمه ربنا تنزل؟ يا راجل انت اتهبلت ولا واخد لك حبيتين جراء؟ صاحبة شأن مين دي اللي تقول كلمتها؟ انت شكلها راحت منك خالص. الست جمالات قالت ان هي مش عايزه تتجوز على دره عشان ما تظلمهاش. انا جايب الدره لحد عندها تطلب ايديها وتقول لها موافقه امين. عاوزه ايه تاني؟ يا خرابي، لا هي جايه بنفسها
عشان تطلب ايد البنيه لبسلامته؟ لا حول ولا قوه الا بالله على ذل وكسره نفس البني ادم اللي تخليه يعمل ايتها حاجه. وبعدين معاكي بقى يا الله ست جمالات، انا جاي وطالب ايديك على سنه الله ورسوله، وهكتب لك شقه مطرحين وصاله في عمارتي اللي فيها المحل، هكتبها باسمك بيع والشراء، وهشطبها لك سوبر سوبر لوكس، وكمان هجيب لك عفش جديد من دمياط، وكل اللي تطلبيه مجاب، وهعمل لك الخد ده مداس، والخد التانيه الفده التانيه من المداس. هو انت يا معفن يا متخلف فاكر نفسك ايه؟ عشان راجل يبقى من حقك تتجوز وتطلق وتتجوز تاني؟ هو انت ما بتحسش؟ ما عندكش دم؟ ومراتك الغلبانة المسكينة دي ذنبها ايه تذلها وتهينها وتخليها تيجي تطلب لك ايد واحدة تانية؟ هو انت ما بصيتش لنفسك في المراية قبل ما تسمح لنفسك انك تفكر تطلب ايدي؟ وانا برأيك هبص لك على ايه؟ عشان ايه؟ انت اتفه واحقر من انك تكون بني ادم. عظمة على عظمة جولي جدعة بنت. انا هخليك انت والمحروسه قريبتك تيجي تلحسوا جزمتي عشان ما تردكمش بالشارع. طب قسما عظم نرميكوا في الشارع رميه الكلاب حتى لو جبتولي من قارون. ماشي يا انا يا انت هتقعوا مني فين؟ مشيلك يا لحمه تجيني على المفرمه. انت واقف هنا بتعملي ايه؟ انت داهيه انت ومراتك عليكوا على اللي عايز يعرفه. شفتي يا كوريا الراجل الناقص قايل لك ده انتوا ستين نصيب نصيب عليكوا كلكم. شوفي الحرمه الحرمه اللي على حق ربنا اللي من بطن البقره ولا فم الخليج ولا السيده بتبقى ست حاجه كده غير اللي انت عاملاه دي خالص. احسن تفتكري يعني منك حطيتي عبايه سودا على جبتتك بقيتي واحده مننا ولا حاجه؟ وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شويه وماشيه ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده؟ يا اختي صلي على النبي كده وانت عامله زي الرقصه على السلم. لا انت محصله من تزوات ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي اصبع الروج ده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا ادهني بزمه كده اهو عشان الاحمر يبان في سحنتك. اوريكي ازاي. استنى شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟ دي ما تسيبك منها خالص، دي اختراع فاشل ملوش لازمه، الكلام ده ما بيجيبش همه. هو نفس الصوبه تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو، يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص هوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا ما ارضيش احرم الحاره كلها، ياكش بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصوا هاتي ده هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده اهو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي بقره. ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر. ما احط هايلايت وخلاص. ايه بقول لك ايه اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده، ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي اختي اشوف. لا ما ينفعش كده اهو تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي. لا شوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هبي فيشه زي وابور الجاي قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده. هاتي غيره هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. خلاص بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم تقوم ساعتها ايه بقى الرجاله كلها هتترمى عليك وانت ولا تعبريهم ولا تجومري نظام ايه شواء ولا تدوق. ها
ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تبقى واخده شفتك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده هتتعلمي. خد شبشب. لا ما مش عايزه ده. امسكها يا بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني هاتي ايدك. ليه اجيبي ايدك؟ خلاص اعمليها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا انت. ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك. انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه. مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا. انا بروح في حسابي بقى ايه بقى الساعه. ما تولعي. تعالى يا كداكي تعالى ما تتكسفش. مساء الجمال والفرفشه يا اداره. اهلا يا طاعون. ازيك؟ اقعد يا هيما. انت وانا جايبك اخطب لك. ايه الخجل ده؟ اقعد. الحمد لله يا كبير. هيما ابن منطقتي واخ اصغر ليا. ما انا شفته امبارح حتى بالاماره كان عامل لنا قلق هنا في المحل. لا يا كبير القلق ده انا ما احبوش. حتى بالاماره انا اول ما لقيت الدنيا غيمت خلعت احتراما للمكان. لا وانا الحركه دي عجبتني قوي. امال يا كبير هيما ده ابن اصول. ده كان هيدخل المرداديه بس مجموعه فشل. بس انا مش عارف افضيله ترابيزه ولا قعده. الدنيا موسم وزحمه زي ما انت شايف. صاحبك وضيفه كاب على راسه من فوق مره يعني كده ولا حاجه مش كل يوم. طب ما تضمه يا كبير يشتغل معانا. انت بتفهم في ايه يا ابراهيم؟ بيفهم في ايه؟ ده الراجل شيف قد الدنيا. مش لما اخذ مستر كنتاكي عمل خلطه الفراخ فسموه كنتاكي. هيما بقى اللي دخل خلطه الكبده فسموه كبداكي. واحسن حاجه فيها ميزه تاكل كبداكي في الجيزه. خلاص دخلوا مطبخ نجربه. لا مطبخ ايه يا كبير؟ ما تفنيش بالحياة. ابوس ايدك. ما تخليني هنا في الصاله. ده انا عجبك قوي. شغلني اي حاجه في الصاله ان شاء الله. شغلني رقاص. كنت عارفه انك هتيجي تاني بس بصراحه ما تخيلتش انك هترجع بالسرعه دي. فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ لاني رجعت بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره انا محتاج بنت زيك في حياتي. زي ساره انا مش عايز ابقى لوحدي وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي. انت بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه. بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي بشرط انه ما يذكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي انا موافقه بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتها لكش وما تطلبش مني حاجه انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص انا ما بحبش التعدد. ما بعرفش اكون مع راجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد تاني. وقت ما بحب امشي بمشي. مش قلتلك ان انا عمري في حياتي ما شفت حد زيك. بقولك ايه، انا كنت مسافره الغردقه بكره مع اصحابي بس بما انك ظهرت انا ممكن اكنسلهم واطلع انا وانت شرم الشيخ. بصراحه محتاجه اغير جو قوي. ايه رايك؟ اكسلنت ايديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى اركن عربيتك بره نطلع بعربيتي. يلا. عايزك تاكل شوية السمك دول يا سلومتي عشان اخر الليل مش هتعرف نفسك. هتدعيلي. العين العين على الفوسفور ده كله. ده انا هنور طول الليل مش هتتقطع عني الكهرباء. افتح بقك يا سلومتي يا معلمي وسيدي وتجراسي. يا عين يا عين يا عين. الصبر حلو يا جدعان فعلا الصبر. شوف انا صبرت كتير عليك ازاي وعلى قله ادبك وسفلتك وطولة لسانك لكن في الاخر اتعدلتي. ما هو من حبي وعشمي فيك يا سلومه. لو ما كنتش اتدلع عليك اتدلع على مين امال؟ اتدلعي يا ناونه وقولي هاو 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 هاو. هنروح للمحامي امتى؟ ايه؟ عامل ايه كفاله الشرف؟ ما تخافش انا عارفه انك صرفت فلوس تنكيس البيت اللي لميتها من السكان في حته الارض اللي ورانا. ما تخافش انا سترك وغطاك. عاوزه ايه يا نوال؟ الله
عايزه اقول لك ننزل نروح للمحامي عشان تكتب لي البيت باسمي. بيت ايه ده اللي اكتبه لك؟ انت اتجننتي؟ اكتب لك شقه عمري ليك انت؟ ليه؟ مش تعبانه ربنا اللي لميتك في الشارع بعد الفضايح اللي عملتيها مع الواد الصايع ده بتاع كبده الحمير؟ وهو كان مين اللي رماني في الشارع يا راجل يا نار؟ بس انا نازل دلوقتي وراجع بالليل، لكن قسما عظما لو رجعت بالليل وجيت تسد الموضوع ده تاني على لسانك انا هرميك في الشارع بالهدبه اللي انت لابساها. الشارع ده يلمك انت واللي زيك، الا ما شفت منك خير، لا فلوس بتدي ولا لسان بينطق كلمه عدله. اله يا بعيد يطصك سواه يكون اعمى. عندها فشل كلوي بنسبه عاليه جدا وهتحتاج جلستين غسيل في الاسبوع. وهتعرف تشتغل تاني؟ ده الامر ده يتوقف على طبيعه الشغل نفسه. لو في شغلانه ما تحتاجش مجهود كبير وتبقى قاعده مفيش مشكله. ليه؟ هي هتشتغل مذيعه؟ وجلسه العلاج دي بقى تتكلف كام؟ الجلسه دي تتكلف حوالي 350 جنيه. يا نهار اسود، يعني 700 جنيه في الاسبوع، يعني 2500 جنيه في الشهر. ليه؟ هي دخلت لنا كام 2500 جنيه في حياتها؟ طب ما ينفعش علاج على نفقه الدوله. قررت العلاج على نفقه الدوله واقفه دلوقتي وما بتطلعش. ما بتطلعش؟ كتر خيرك يا دكتور، خليها لكم، ما تلزمناش. سلام عليكم. عليكم السلام. تقلقي؟ ان شاء الله هتبقي زي الفل. يا اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا فيك. نجوان خطيبتي الشيخ جاسم من كبار المستثمرين العرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليونان نورت يا شيخ جاسم. اليونان منوره باهلها وانتوا اهلها. الله يخليك. فزي ما بقول لحضرتك كده ان الصفقه دي مضمونة 100%. ليه بقى الصفقة دي مضمونة 100%؟ لأنه إحنا دايماً عندنا في مصر أزمة سكر. إيش هالحكي اللي تقوله يا أستاذ مروان؟ أزمة سكر في مصر والسكر كله قاعد يرمي؟ لا 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 بتكلم بجد. اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كمصريين متعودين نشرب كوبايه الشاي خفيفه مع سكر زياده، فدايما تلاقي الشاي مرطرط كده والسكر هو اللي فيه مشاكل. حتى انا طلعت في كذا برنامج كده كنت بقول يا جماعه اللي يعمل كوبايه شاي بلاش 4 معالق سكر وخليهم 3، وبدل 3 خليهم 2. لكن تقول ايه بقى، المصريين مزاجهم كده. والله يا مصريين انتوا سكر الدنيا كلها. الله يخليك. انتوا احلى ما في الدنيا مصر وشعب مصر. الله يخليك الله يخليك. بس ايه بقى، لما بتحصل ازمه السكر دي السعر بيزيد الطقطقين او 3 كمان. طيب استاذنك دقيقه واحده. اتفضل اتفضل. والله اذا كنا احنا سكر فانتوا العسل كله. ايه في ايه؟ هو انت جايب الراجل ده هنا ليه؟ مش محترمك، مش شايف ان هو قاعد بيبص لي بصات سخيفه جدا؟ في ايه؟ وطى صوتك ليه اسمعك؟ وبعدين انا اساسا اصطدته لما لقيته بيريل على اول واحده حلو، وبعدين هو فاكر انه هيلدعني على قفايا وياخد مني، خليه ماشي في سكته، والشاطر اللي يضحك في الاخر ويلدع القرشين. ياه، للدرجه دي انا رخيصه عندك؟ يعني انت قاعد بتلعب بيا وبتتاجر بيا كمان؟ بس يا ستي بس منورنا. بس بقى انت اتجننتي ولا ايه؟ في ايه؟ حاضر. وبعدين وانا قلت في لمس لا سمح الله، ده همس نظرات حاجات كده من تحت لتحت من غير ما اخد بالي منها. بس بقول لك ايه، كله الا اللمس. ليه؟ عشان انا راجل شرقي ودمي حامي. دمي حامي قوي. اهدي كده وفك فك. حاضر. استاذ مروان. ايوه. صدقني انا حبيتكم حبيتكم وايد. لا ومن اليوم ورايح ان شاء الله بنوقع صفقات وصفقات كبيره علشان انتوا تربحون واحنا نربح. قول ان شاء الله. ان شاء الله. قول ان شاء الله. ان شاء الله. الله عليك يا شيخ جاسم. بص يا شيخ جاسم، بص حضرتك معايا دلوقتي، شحنه السكر دي هتتكلف 2 مليون يورو، ده من غير الشحن والنقل. ولو انا هعمل موضوع الشحن والنقل ده الفلوس هتزيد حوالي 500,000 يورو كمان. لو الكلام ده مش عاجبكم وانتوا اللي هتتكلفوا النقل والشحن، ادوني بس ال 2 مليون يورو ثمن شحنه السكر. بس في بند في العقد بيقول ان اي اضرار او تلفيات تلحق بالشحنه يتحملها الشيخ جاسم وحده. هذا طبيعي، سبحان الله. في طبعا انا هسلمك الشحنه سليمه. خلاص يبقى انا انتهى دوري، ما انت عايز مني ايه تاني؟ الله، ما ترد يا شيخ جاسم. لا لا اسمع يا اخ مروان، مو معقوله انا ادفع 2 مليون يورو علشان الشحنه واتحمل نقل الشحنه بعد وادفع زياده؟ لا لا هذا وايد وايد. الله، طب انا هسلمك الشحنه هنا. الله بيعها هنا يا يبا. هني مو محتاجين سكر، احنا محتاجين السكر حق مصر. انا مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم،
يعني انت عايز نعمل ايه؟ هو انا هكسب من وراك كام يعني لما اضحي بنص مليون يورو؟ انا مش فاهم بصراحه. لا لا انا اقول لك، انا قاعد اقول لك هذا المبلغ كبير كبير وايد، حتى اسال الست نجوان انت ايش رايك؟ ما تقولين شيء؟ والله مش عارفه اقول لك ايه يا شيخ جاسم. بص يا مروان، خلاص احنا نتحمل مصاريف النقل والشحن عشان خاطري بقى يا حبيبي. يا عيني عليك، سكر والله العظيم سكر. بقك ينقط عسل. انت تأمرني يا شيخ جاسم. الامر لله، تسلمي. ايش فيك سكت يا مروان؟ ما تتكلم، قول حاجه. والله مش عارف اقول لك ايه يا شيخ جاسم، انت زي ما بيقولوا في مصر مسكتني من ايدي اللي بتوجعني، دخلت لي من نقطه ضعف. نجوان بعرفش ارفض لها طلب. خلاص متفقين احنا ان شاء الله. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك. احنا الحين انا وياك كنا ضحكنا عليه. ها الفل. يا صباح القشطه، يا صباح الجمال، وحشتيني يا بنتي يا نوال، والله وحشتني حاجاتك الحلوه يا بنتي يا كوز العسل. دول شويه مهلبيه، انما ايه هتاكلي صوابعك وراه. اه قولي، عاوزه تنمي على مين يا بنت؟ قولي. ابدا والله يا خالتي، دايما كده فهماني غلط. ما تبقيش نوال بنت ام نوال. قولي قولي قولي، ما تتكسفيش. قولي. ابدا والله، انت سحبتي عليا فقلت اقول لك ان سلومه خد فلوس بتاعه البيت بتاعه التنكيس اللي انتوا دفعتوها، وراح اشترى حته ارض في الحاره اللي ورانا. قال ايه؟ عايز يبني عماره 11 دور بسانسير ومدخل رخام. يا مصيبتي، بفلوسنا يا سلومه؟ يا خرابي، ده انا الجمعيه لسه نحله وبر يا ولاد. ما هو انت سحبتي عليا فقلت اقول لك تلحقي قبل ما يبني. تعالي هنا يا بنت قولي لي، هو هيبني عمارة 11 دور بسانسير ومدخل رخام بفلوسنا احنا؟ بالفلوس دي ازاي يعني؟ ليه، كرتون ولا كرتون؟ هو في حد دلوقتي بيبني بفلوسه؟ هو حاطط يافطه بصورة العمارة على الأرض، واللي بيجي بيدفع. واهو من دقنه وفتله. بيتك يا راجل يا ضلالي. أمان عليك يا مسوكة، أنا ما قلتلكيش حاجة يا أختي. أنا مش ناقصة مشاكل معاه. مشاكل؟ هو لسه سلومه شاف مشاكل؟ ده انا هخرب بيته هو واللي يتشدد له. حيمي. الله. هيما فين يا سوكا؟ شمال شمال. هيما فين يا سوكا؟ ايه يا اسطى؟ ايه؟ ثم انت ايه اللي موقفك على عربيه الكبد؟ انا شايفاك واقف عليها من امبارح، قلت تلاقيه راح هنا ولا هناك وموقفك على ما يجي. ما انت عارفه ان كبداكي ما بيحبش يقف على العربيه عشان اهو اهو جه اهو. انت فين يا هيما من امبارح وسايبني؟ لا اعرف عنك حاجه ولا معبرني ولا حتى طمنتني بالتليفون، عملت ايه في النيابه؟ لا مش قدامك اهو. ما عملوش حاجه، ما حدثونيش، قلت لهم ماليش فيه، قالوا لي اخلاق سبيل. طب الحمد لله. تعالى بقى شوف النصيبه اللي انا فيها. سيب بتاعي على الصبح. سلومه الكلب اخذ الفلوس اللي اديناها له وتكيس البيت ورايح ابني بيها عماره جديده. الله، وانت مش عارفك يا كوره، انت كنت عديتي فلوس وعارفه دي فلوس ايه ودي فلوس ايه؟ يا هيما خلص البيت ما بقاش مستحمل، هيقع على دماغتنا. تعالى معايا انت وسوكا نوقف له، انا مش هقفل لوحدي. طب استني بس افوق وافطر واجي معاكي. يا دي النصيبه عليا ياما. طب اعمل ايه يعني؟ اروح استاجر لي راجل من على القهوه يتصدر لي؟ ادم ماليش راجل يتصدر لي. بقول لك يا ابراهيم، انا خلاص انا بتحط ايدي في الشقه منك. قولي قدامي، قولي قدامي. يلا يا اهلا وسهلا، ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ خش يا ناونه واعمل لهم كوبايتين شاي. استنى نواف، احنا نشوف يا اخويا ولا جايين للضايف؟ وديت فلوس تنكيس البيت، فين يا جزار البهاي؟ ايوه يا اخويا، ما تضحكش علينا بكوبايه شاي ولا ازازه ازوزه. فين فلوسنا يا راجل؟ فلوسنا اللي قاطعينها من لحم الحي. فلوسكم؟ اه فلوسكم في الحفظ والسون. فلوسكم معايا ولا كانها في البنك المركزي عدم المؤاخذه. بطل تلف وتدور علينا، احنا عارفين ان انت خدت فلوس التنكيس وبنيت عماره جديده. ابني عمارات براحتي يا عم سوك. ايه انت هتبص لي في رزقي؟ رزقك يا راجل يا حرامي، وديت الفلوس فين اللي فتحتني عليها وخلتني استلف من يسوى اللي ما يسواش؟ وفين التنكيس يا عم الفقيس؟ ما تتكلم يا براهيم. بقول لك ايه يا سلوم، انا ساكت من الصبح وسايبك تبرطف، بس من الاخر كده يا حبيبي الفلوس دي انت واخدها على ايد الحكومه وماضي على كده. هتقعد بقى تستلوح وتلوح بالفلوس يمين وشمال، الحكومه هي اللي هتزعلك. ايوه الحكايه كده، كل واحد يعرف، واحده تعرف ظابط وماشيه معاه يفتروا على الخل. يا راجل خلي عندك فن انت يا كوريا. لا يا حبيبي، واحنا كمان هنزعلك، واحنا زعلنا وحش. انت مش مجرب ولا ايه؟ ايوه يا نار اسود، كل دي مسجات وانا في الموبايل. ابو طالب ابو طالب ابو طالب ابو طالب، الراجل ده مجنون. دينا 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 دينا. ساره كده كتير قوي، يلا بقى.
سارة بتعملي ايه يا سارة؟ سارة سارة بتعملي ايه؟ افتحي يا سارة. سارة هو انت ما فتحتش ليه؟ افتحي له انا عارف مين. وين مروان؟ مروان وينه؟ ايه ايه في ايه يا شيخ جاسم؟ مروان وينه؟ اهو. اهلا وسهلا يا مروان. اسمع انا عرفت انك انت اكبر نصاب عرفته بحياتي، وانت منحاش من مصر لان عندك قضيه نصب. اسمع ترجع الاثنين مليون يورو مالوتي ولا خليك جد هامده هني. اهدى بس يا شيخ جاسم. وخري انت الثانيه. اهدى اهدى بس يا شيخ. اهدى جاسم. اهدى حرام عليك، كفايه من ساعه ما عرفت موضوع السفينه وغرقها ده وانا بتقطع من جوه. اسمع انت فاكرني انا اهبل ولا برياله؟ اي مركب اللي غرق واي سكر اللي داب؟ مثل ما قلت لك تدفع لي فلوس ال 2 مليون يورو ولا افرغ المسدس هذا براسك؟ اهدى بس اهدى وتعالى اقعد اهدى. وبعدين انا مش فاهم يعني لما يكون ملياردير زيك يضيع نفسه عشان مبلغ تافه زي ده، وانا ان كان عليا انا عايزك تضربني بالنار وتموتني وتخلصني من التقطيع اللي جوايا ده. بس اعمل ايه؟ المكان كله مليان كاميرات، يعني اي حاجه انت هتعملها توصل للامن على طول. اهدى بس اهدى اهدى وتعالى اقعد تعالى اقعد. ما تفهمني ايش تبي تسوي يا علمني. تعال اقعد وانا هعلمك. تعال اقعد يا نجوان. اتفضل اتفضل يا شيخ جاسم. اعمل لنا كاسين بسرعه، خلي الشيخ جاسم يروق. تعال بس تعال. انا عينيا للشيخ جاسم طبعا، بس مش عارفه ليه هو النهارده عصبي كده شويه. هو شكله قلبه ضعيف ومش قد التجار. بس بس يا نجوان. لا 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 ما تقوليش كده. مش معنى ان الشيخ جاسم خسر صفقه يبقى قلبه ضعيف، ما هو برضه كسبنا واحنا معرفتنا ملايين. انا عندي افكار لا يمكن تخسر ولا يمكن تعرف غرق ولا بحر ولا الكلام ده خالص. طيب ما تفهمني، فهمني يا فلتة زمانك. مقبولة منك يا شيخ جاسم. عارف تجارة الأفكار دي أنجح تجارة على مستوى العالم. ليه؟ لأنها لا هتحمض ولا هتفسد ولا هتعطل ولا أي حاجة خالص. وبعدين؟ فهمني، مو فاهم شيء أنا. هفهمك، بس شيل المسدس ده وخليك راجل مؤمن وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. آمين آمين. نور الدنيا كلها يا شيخ. كاسك. شكرا. اتفضل. شكرا. خد يا حبيبي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يلا شط واحد شط واحد. ها بالهنا. الله يهنيك تسلم ايدك. منور منور يا شيخ جاسم. يلا يا نجوان كاستاني بسرعة. ايه ده؟ انت بتحببي ايه يا ولية؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل، ما اشوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومة، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحملة رزالتك. انا قلت لك مالكيش قاعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بأمان الله بأدب وكرامة بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفتحيني وتدعيني لشوية السكان معفنين. انت ولية خاينة وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك معلموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية يا خاينة. اطلع بره. اوعى يا راجل يا عرق. اوعى بره. اوعى بره يا ولية. مش هتلينا مزوق. ده ليه يا بنتي؟ ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي اه يا مجرمه. خد خد استوري نفسك. خد خدي ومعلش بقى خلاص، ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي دوت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركه ناقصه منك الصراحه. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده.
ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتزل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي في بيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت؟ يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاجه من تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقول لك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضل بيتك بتعايريني. انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرجك يا قاريه. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلومة كراشنة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال جكتعون. إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما وصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. دستور. دستور يا أهل الدار. صباح الفل يا ست نوال، يا رب تكوني ارتحتي وعرفتي تقعدي في فرشتي المتواضعة. زي الفل يا تعاون، نعمة من عند ربنا. ده أنا لولاك كان زماني مرمية في الشارع، كلاب السكك بتنعش في لحمي. يا ست نوال أنت مش عارفة قيمة نفسك، أنت ست محترمة A1، بس الدنيا هي اللي ملعبكة معاكي. بتفكريني بمدام فاتن ولا مؤاخذة حمامة في فيلم أريده حلا، وأنا ما يرضينيش البهدلة اللي أنت فيها دي. روحي يا شيخ، ربنا يكرمك ويفتحها في وشك. بصي بقى يا ستي، ربنا وحده هو اللي يعلم أنت زي أختي، وانت ما شاء الله جمال وجسم ورسم وعود، ربنا يحميكي من الميكانيكي. وعيون الناس بصاصه، وانا ما يردنيش عيل خبق كده ولا خروق كده يلسن عليكي. يقولوا سابت بيت جوزها وقعدت بيت شاب اعسب مفتول العضلات ولا مؤاخذه مسجل خطر وسمعته زي النيله. طب والعمل ايه؟ لا 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 لا، العينين الحلوه دي ما تعيطش، انا حجزتلك في بنسيون قريب كله حريم، ما بيعديش من جنبه دكر بط حتى، هتعيشي هناك معززه مكرمه، وانا هكفل بيكي من كفه شيء عشان تبقي بعيد عن ايد الرجاله ولسنه الخلق. وانا اللي قاعده عماله اقول تعون ده صايع لا مؤاخذه يعني، اكيد جايبك هنا عشان طمعان فيكي، وعماله اسال هيحاول امتى يجيب رجليكي. أتاريك أرجل من كل اللي عرفتهم في حياتي السودة. طب إيه رأيك بقى إن أنا خلصت شغل ورحت مغير جري وجري عشان أجيب لك فطار، عارف إنك على لحم بطنك من امبارح. يلا بسم الله، شوية كباب وكفتة بس يستاهلوا فمك. كمان كباب وكفتة؟ ده لسه البلد فيها رجالة. نجس قلت يا بنت ولا ايه تاني معايا؟ مش خارجه، انت بتقطع اسنان يا ابراهيم. انت تقطع زباله، بتقول على نور رخيص ده تطلع تقطع اسنانك. يلا يا زباله جابك العرف وعمرك ما هتندم. اوعى اهدى شويه. خلاص يا سلسه معلش احنا اسفين، هيصوا يا جماعه هيصوا انبسطوا. يلا يا شوشو اشتغلي، يلا يا اسنان اغني. هيصوا يا جماعه. ايه يا ابراهيم؟ بقول لك ايه يا جدع، انت شكلك كده حواراتك ومشاكلك بقت كتير، انا مش عايز لبس يا دره. دي بنت لازقه ورميه جتتها عليا. انا اسف مش هتحصل تاني، والله ما هتتكرر تاني. لا 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 خلاص انا مش هتعمل الشغل ده. معلش يا دره سماح، لكسات عقل ودين، بس هيما مسيطر واللي جوه الشغل مش هيخش على اللي بره تاني. ولا هي هيما؟ صح سامع سامع. يلا اتفضل شوف شغلك. شوف شغلك يلا من هنا ياد، ركز ياد يلا.
جاي تتنططي عليا في مكان اكل عيش يا كوريا؟ بس العيب مش عليكي، انا اللي اخدتك عليا واديتك قيمه، انا اللي خليتك تتني وتتفردي لحد ما افتكرتي نفسك حرمه. ما تيجي يوم ما تشوفي الحريم عاملين ازاي. بص لنفسك، بص لنفسك يا كوريا، تسترجلت يا كوريا لحد ما هيطلع لك شنب ودقن. انا عملت لك كل حاجه يا كوريا، قلت لي ماليش في الشمال يا ابراهيم جبتك في اليمين، قلت لي عاوزه خطوبه تخطبني، قلت لي ابعد عن نوال بعتها عني واديتها بالجزمه عليا بايدها كله ياما. ده انا كبداكي اللي تقع منه ما تهزوش. طريق صحراوي يا كوريا، ده اخر الخط بتاعي معاكي. انا نازل هنا يا امي. سلام. اهلا اهلا اخ مروان، شلونك؟ يعني ازيك بالمصري؟ لك وحشه صدق؟ لا وحشه كبيره بعد. شيلوه. جاسم. ايه جاسم، جاسم اللي ضحكت عليه ولبست العمه ولا الطرطور مثل ما تقولون بالمصري. عمتي وطرطور ايه اللي انت بتقول عليهم؟ مروان، العمه اللي اعطيتني اياها صارت صغيره ضيجه علي، ما احبها. الحين انا برجعها لك وابي فلوسي بس. مش فاهم حاجه. عمتي وفلوس ايه؟ في ايه؟ انت فاهم كل شيء. انت للاسف فاكر ان كل شيخ عنده في البيت بترول، نفط، عنده بير يغرف منه وقت ما يبي وهو مرتاح. لا حبيبي، أنا شقيت، أنا تعبت، أنا حفرت الصخر حتى أصبحت ملياردير. ولو أمشي وأوزع فلوسي على النصابين اللي مثلك يمين وشمال كان من زمان حفيت وتلقاني في جامعة الدول العربية، شارع جامعة الدول العربية، أشحت أو أنظف سيارات. تعايز يا قاسم. اسمعني يا مروان، أنا مشيت معاك مثل ما تبي، ما قصرت عنك، أعطيتك اللي تبي. كل المشاريع اللي أنت اقترحتها أنا وافقت عليها. شركة السكر، شركة الشحن، شركة التأمين، لكن للأسف نهايتها كانت نصب واحتيال. اسمع يا مروان، أنا أبي فلوسي، الخمسة مليون يورو أبيهم بس. أكيد في حاجة غلط، وبعدين أنت عارف إن إحنا شحنا السكر في السفينة والسفينة غرقت في البحر، ولو مش مصدقني روح اشرب من مية البحر هتلاقيها مسكرة. سكرة؟ شوفوا شغلكم. مش عايزة تفوقي لنفسك؟ عاوزني أخف؟ أنت عايزة تخف؟ أنا لأ، بس لو لقيت حد عايزني أخف ومصمم على ده هخف عشانه. لازم أنت تبقى عايزة تخفي عشان نفسك. أنا ممكن أخف عشانك يا نادر، ونبقى اتنين بني آدمين طبيعيين زي أي اتنين، وحياتنا ماشية. أوكي هتبقى مملة بس ماشية. أنا مشكلتي الوحيدة إن أنا حياتي واقفة. حبيبتي أنا مش مصحة علاج إدمان. لو عايزة تخفي علشان نفسك أهلاً وسهلاً، أنا هقف جنبك وللآخر، لكن مالكيش دعوه بيا. مش معنى ان احنا اتقابلنا في محطه في حياتنا يبقى هنكمل السكه سوا. ساره احنا هنسيب بعض، وانا عايز اسيب لك حاجه كويسه قبل ما امشي. عايز تسيب لي ايه بقى؟ هديه؟ عايز اسيب لك ساره. ده الضابط المتخلف اللي بيراقبك.
ايوه يا ياسر. لا لا لا، انت ما طلبتش النمره غلط، انت طلبت ساره عشان تسال عليا. انا بقى معاك اهو، وكلمني واسالني على اي حاجه انت عايزها كده. طب شوف يا حبيبي، انت تبعد عن ساره تماما، ما تقربش منها ابدا، والتهديدات الخايبه اللي انت بتهددها بيها دي انت عارف كويس جدا انك مش هتعمل بيها اي حاجه، لانك لو عملت تبقى بتعترف بفشلك، وانت اصلا انسان فاشل. اخوكي اشفر، ما بقتش قادر ادفع اجره البنسيون، ويرضيك انت بقى الست صاحبه البنسيون تقول لي الصراحه راحه يا تعتع وانت ما بتدفعش؟ ده حتى ممكن تتفهم غلط. طب والعمل؟ هرجع اقعد عندك من تاني؟ ولا حتى دي تنفع. العيال وهدان ونس بيجوا يبيتوا عندي، ودي عيال كلاب، لما بنضرب حجرين ثلاثه سوا بيبصوا لنا بصات مش مظبوطه، ما بالك بقى لو انت بايته معانا. طب هعمل ايه بس؟ ده انا لو رجعت لسلومه هيقطعني حتت. وانت ايه اللي رجعت لسلومه؟ انت خلاص ما بقاش في بينك وبينه اي حاجه، مش من حقك اصلا ترجعي له. قفلتها في وشي يا طاعون؟ خلاص هارمي نفسي في النيل ده عشان ارتاح واريحك. يا ست الناس انا مش تعبان، انا بس قلبي واكلني عليكي، انت ست محترمه ومش حمل البهدله. اه والنعمه. طب هنعمل ايه؟ تاهت وبعتنا وراها عيال يجيبوها، والحمد لله لقيناها. انت تشتغلي. اشتغل؟ وهو نعرف اشتغل حاجه؟ تعرفي الا تعرفي، انت يا ست نوال مش عارفه قيمه نفسك ولا ايه؟ طب بس انت سيبي لي نفسك، وما كنتش هدخلك العرب جود تالنت ما بقاش انا تعب. خش يا ست الكل، يا ستهم يا عسليه العسليه. مساء الفل. الله الله، ايه يا طاعون، ايه التاخير ده كله؟ معلش يا دارا، كنت عايز اوضبها كما يليك بالمكان، فعدينا على انزران وجبتها على طول. ماشي، فهمتها بقى الشغل؟ عيب عليك، انا لخصت لها كل قواعد المجد في بيت شعر، تحب تسمعه؟ اسمع يا طاعون وماله؟ قولوا للي اكل الحرام اوكي، بكره اللي كلوه يهدمه عادي. الله يقطعك يا طاعون. بس على فكرة اسم نوال ده بقى مش عاجبني خالص، معرفش مش حاسه، قديم قوي ستينات كده، انت ممكن ينفعك اسم ناني. الله على ذوقك، احلى بكتير. ها بص بقى يا ناني، عايزك يا حبيبتي تقفلي عداد الدلع عندك على الاخر. الزباين هنا بتيجي تقع دم قلبها عشان تشتري الانبساط، الانبساط ده بقى احنا اللي بنبيعه لهم يا ناني. ماشي يا ناني؟ ماشي يا دارا، هي بس متوتره شويه، اكمنها في مرحله اخيره نتجرأ، بس هتفك واحده واحده ما تقلقش. على فكره الغنوه اللي شغاله دي هي اللي مكسره الدنيا وواكله مع الناس قوي، ما تعرفش بتاعت مين دي يا طاعون؟ لا سامحني يا دارا، انا ما بسمعش الاغاني الهابطه دي، بحب ماجده الرومي. طب تعالى يا بابا عشان عايز اقول لك على حاجه. عينيا، شايف الزميل الحاتي اللي قاعد هناك لوحده ده؟ خدها احدفها عليه. ها وخلي عينك عليه من بعيد لبعيد كده، ها مش عايزين رسالة على الزباين. عيون تعتع. يلا يا تعتع، يلا يا قطة الناس، يلا حبيبي. وانا اللي فاكراك راجل اتاريك الا ما فيك واحد عادي. ايه ده ايه ده ايه ده، جرأيه يا بت، انت كنت فاكراني هاني سلامه ولا ايه؟ وجو حب وكده؟ يعني انا منيمك في فرشتي ولم امسك، وبوضبك وجايب لك شغل، تفتكري ليه؟ عشان تحترفي في نادي الاولمبي مثلا؟ بقول لك يا بت صحصحي كده وفوقي عشان احنا داخلين على مرحله عسل. ها؟ يلا. ما قلتلوش ليه ان الغنوه دي بتاعت الواد سوكا؟ عشان انا بحب ايمان البحر. خلاص يلا بقى اقعدي. مساء العسل. وده ايه ده ان شاء الله؟ اقعدي بس، ما هو اصلا مش شايفه. ستير الزوايا الحسنه، شغلك معاك تأمرني. ها ايه؟ هيمه. ايه يا هيمه؟ بجد والله مبسوط. مالك يا هيمه؟ ايه اللي انت بتنيله ده؟ انت جايبك تشتغل معانا طاعون. انا بقول لك يا هيمه، ما تنساش ان انا اللي جايبك تشتغل في المكان ده. ودلوقتي ناني بقت حرمتنا، احنا اصحاب. بس البيزنس ما فيهوش شفقه يا صاحبي. بقول لك يا كبداجي، لا مؤاخذه بقى، لو عايز تسترجل روح استرجل على سوكا اللي واخد محل الكبده بتاعك ورايح جاي مع كوريا. خلاص؟ رايح جاي مع كوريا؟ ايه اللي انت بتقوله ده طاعون؟ زي ما بقول لك كده، انا قلت لك وانت حر نفسك. يلا شوف شغلك. انت يا ولد. ايوه يا باشا. شوف لي هنا بتشرب ايه؟ بتشرب ايه يا هنا؟ هات لي ازازه بيره مشبعه. اموري. وده ايه ده ان شاء الله؟ ما شاء الله يا خرابي عليك وعلى جمالك يا دي البت. ايه اللي جرى لك يا بت؟ ما شاء الله عليك، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتي، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثاني هيروح فين يعني؟
قولي لي يا بنت رحت فين وجيت منين؟ ما تسأليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي. امال فين سوك؟ عاوزه سوكه في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بنت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بنت؟ هقول لك على كل حاجه، بس دلوقتي عايزه سوكه عشان جايبه له شغلانه انما ايه؟ لوز. ودي يا سوكا يا ولا يا سوكا يا ولا. ايه ياما في ياما سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي الابله نوال؟ اه يا ولد الابله نوال جايبه لك شغلانه لوز يا ولا. طب الف واجي لك يا ابله نوال ولا اقول لك حاجه؟ نط يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانه كده وقت، لكن الاتفاقات كلها معايا انا. اه الفلوس والحاجات دي عشان انا مديره الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامه يا ابله نوال. الله يسلمك يا سوكا. بص بقى، انا دلوقتي شغاله في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصاله سمع الغنوه بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. اه بس تعاون ده زباله البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه مطرب زي صاعد، هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه؟ ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكا لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. اه يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. اه يا اختي. طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ اه قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي يا ام تفتح له حاجه ساقعه، فتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكا ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاك. تمريني قبل نوال بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. اه وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. ايه ده مش معقول. الو متصله بنفسك؟ اقول لك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتاين وهابي يون اير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سوكا واسمعني كويس، الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سوكا خليه يجي يتبرع لها بالدم، الست حالتها خطر قوي. مسافه السكه وهجيلك. كبداكي يا كبداكي. في ايه؟ في ايه يا سوك؟ في حد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه، دي حاله انسانيه. يا عم حاله انسانيه؟ انا اللي حاله انسانيه يا جدع. ست نصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنقذ حياتها. اتهت يا سوكا؟ دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا، سيبنا انا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لو ما روحتش ست نصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولع، عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى يا كبداك عشان خاطري. طيب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول انا هنام؟ خلاص معلش. لا معلش ونبقى. ايوه يلا قوم يا صاحبي. ايوه يلا كبداك ايه كبداك ايه. يا عم خلصني. هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر، هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم، ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان يلا يلا يلا, يلا يا سوكا يلا يا ابراهيم يلا بسرعه. اه يلا يا فاطمه. يلا يا فاطمه. الف سلامه على الست الوالده. الله يسلمك. نجوان مش كده؟ ايوه. يلا يا فاطمه. بالراحه يا فاطمه بالراحه. منوره نجوان. انا مش عارفه اشكرك ازاي والله يا استاذ ابراهيم، اصل تعبناك معانا، بس انت شايف فصيله دم ماما نادره جدا ومش لاقيين حد يتبرع لها خالص. لا ما تقوليش كده ابدا، ربنا يقومها لك بالسلامه. الله يخليك. بس انت اسمك حلو على فكره، نجوان. ميرسي. هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع؟ اصل الاسم ده مش بيتكرر كتير. لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي. بس انت شكلك كده ما بقالكيش كتير بره مصر. شكلك كده ازاي يعني؟ انا مش فاهم. لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس. اه
ايوه اصل انا ما قعدتش بره مصر كتير. انت تعرفي واحده اسمها هايدا ابو طالب وواحد اسمه مروان ابو عرب؟ ايه؟ هايدا ابو طالب ومروان ابو عرب. انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين؟ نهار اسود، اعرفهم منين؟ دول حبايبي. حبايبك؟ او ربنا حبايبي، منوره مصر يا نجوان. ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وانا انت مين؟ انا هايدي، هايدي ابو طالب. نصابه؟ لا يا حضره الضابط، مش النصابه، انا هايدي ابو طالب البزنس وومن المحترمه، صاحبه واحده من اكبر شركات السياحه في مصر. انا هايدي اللي غلطت غلطه واحده بس في حياتها، انها حبت راجل وامنت له ودت له كل حاجه، قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع اقرب صاحبه ليها وسابها وسافر. انا عارفه ان الناس بتقول عليا نصاب وحراميه كمان، وعارفه ان البوليس بيدور عليا، بس دي مش الحقيقه. الحقيقه ان انا ضحيه، خسرت كل حاجه مره واحده، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي واكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمه وهربانه من العداله. طب لما انا نصابه ما سالتش نفسك انا بعمل كده ليه؟ مجنونه يعني؟ ايه اللي يخليني اسيب كل حاجه واستخبى في حته زي بطن البقره، واسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيا؟ ما كنت سافرت معاهم، كنت اخدت الفلوس ورحت صرفتها في اي حته في العالم. انت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعه ما عرفتني شكيت ان انا نصابه؟ طب لما انا نصابه حبتني ليه؟ انا بسالك، قولي انت شايفني نصابه؟ بسالك يا علاء، جاوبني، انت مصدقني ولا لا؟ مش مهم اكون مصدقك او لا، لان حتى لو مصدقك انا بشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجه قدامي اعملها دلوقتي غير ان اقبض عليك. يعني ايه تقبض عليا؟ يعني انا بقول لك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي اقبض عليكي؟ طب لما انا نصابه ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على اني جمالات، او ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ انا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي انا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. انا من ساعه المشكله اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. انت الوحيد اللي انا حسيت ان هو ممكن يقف جنبي ويساعدني. تقوم تقولي اقبض عليكي؟ انا مش هقبض عليكي، بس انت لازم تسلمي نفسك ودلوقتي حالا، لان ده هيكون مفيد ليكي جدا في القضيه. وانا بقولها لك تاني اهو، انا لسه بحبك، هفضل جنبك لغايه ما تاخدي البراءه، واول ما تطلع هتجوزك. انت ليه مش عايز تفهمني؟ ليه مصر تقف ضدي؟ طب لو انا كنت عايزه اسلم نفسي ليه عملت كل ده؟ ليه غيرت اسمي وليه رضيت بالبهدله في الحاره؟ انا مش حامل ان انا اقعد يوم واحد في الحبس. انا مظلومه وما استاهلش كل اللي بيحصل لي ده. انت فاهم ده ولا لا؟ حاسس بيا ولا لا؟ فاهم وحاسس، بس انا كمان وضعي صعب، مش هقدر اخالف ضميري. احنا هنطلع من هنا على الاسم عندي، هعمل لك محضر انك جيتي وسلمتي نفسك، وانا هتابع بنفسي كل حاجه عشان اضمن انك ما تتبهدليش في اي حته هتروحيها لغايه ما تاخدي البراءه ان شاء الله. لو سمحت الحساب. يعني ده اخر كلام عندك؟ لا مش اخر كلام عندي، اخر كلام عندي ان حبيتك بجد، بغض النظر بقى انت مين او اسمك ايه او ساكنه فين، ان في حاجه جوايا بتقولي انك ما بتكدبيش عليا. اتفضل.
يلا بينا. مالك في انت كويسة؟ انا كويسة، انا تمام. طب احنا برضو في طريقنا نعدي على المستشفى نطمن عليك، يعني مش هضمن بعد كده موضوع المستشفى ده. الحقنة دي هتظبط الضغط وهنعمل شوية تحاليل كده علشان نطمن، بس لازم تاكلي حاجة ونامي شوية. شكرا قوي يا دكتور. شكرا. لا. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. شايفة الراجل اللي بره ده؟ ده خطيبي، انا معاه هنا من ورا اهلي، بقاله 3 ساعات عمال يضرب فيا في العربية تحت. يا نهار ابيض. اسمعيني، انا عايزاكي تخرجيني من هنا باي شكل من غير ما ياخد باله. عايزه اروح لاهلي، عايزاهم يعملوا محاضره عشان يخلصوني منهم. بس هتخرجي من وراه ازاي؟ انا هقول لك. استنى، خدي دول. لا والله ما اخد حاجه، احنا ولايه زي بعض. ربنا يخليكي. طب اسمعي انا هقول لك ازاي. ممكن ادخل لها؟ حضرتك دفعت؟ لا لسه. طيب هي هتفضل ساعة تحت الملاحظة وبعدين هنعمل لها تحاليل، لازم حضرتك تدفع دلوقتي وتجيب لي الايصال بتاع الدفع. طب اطمن عليها الأول واحنا هنطير. اتفضل حضرتك اطمن عليها، أنا آسف دي التعليمات. الخزنة فين؟ تحت جنب السلم على ايدك اليمين. يلا. هو مشي؟ ايوه يلا. امشي على طول هتلاقي سلم ينزلك على الباب الوراني. حضرتك ولا حضرتك؟ انا. طيب حضرتك ممكن تملي الاستماره دي على ما نجهز اوضه الكشف؟ اتفضلي. انا بعمل حاجه صح مش كده؟ اكتر حاجه صح عملتيها في حياتك غير انك عرفتيني. طبعا عمر ما حد فضل معايا لحد الآخر يا نادر، في أي حاجة بعملها هتفضل معايا لحد الآخر. سارة أنت لسه عمرك طويل إن شاء الله، ولما تبقي سارة تانية غير سارة اللي أنا عرفتها قبل كده هتعرفي حاجات كتير قوي عن الناس. الناس مراية سارة، بتعكس أنت شايفة نفسك إزاي. سارة أنا عندي ثقة كبير جدا فيكي ومراهن نفسي عليكي وعارف إنك هتبقي جامدة
وهتعدي المرحلة دي. ما تخافيش من أي حاجة، أنا جنبك للآخر. هاتي الورق وتفضلي معايا. خلاص يا نادر، خليك أنت وأنا هكمل. خلي أسراري الطبية بتاعتي أنا، لحد ما يبقاش في أسرار خالص ساعتها أحكي لك كل حاجة يا نادر. طب خليني أجي أقف معاكي. لا امشي أنت وروح شوف شغلك وحياتك، وأنا أول ما أعرف النظام هنا هكلمك أبلغك، ونشوف يحددوا لنا ميعاد تيجي تزورني فيه. سارة خلي بالك من نفسك، خليكي جامدة، كل حاجة هتعدي إن شاء الله. يلا. قوة إلا بالله، إيه الراجل المجنون ده؟ أنت مستحملاه إزاي يا نجوان؟ الله يكون في عونك يا حبيبتي. آه والله، بس بأمانة ربنا أنا قلت هروح ألاقي بواب وأسانسير وجو من ده، كنتش مفكرك بنت بلد زينا كده. أنت عاوز مني إيه يا إبراهيم؟ أنا قصد كل خير، أو ربنا. أنا اتقصت وقعت على واد فني أشعة ابن جنية، شغال مع ناس هيجيبوا لك واحد يتبرع بكليته. بس الموضوع هيتكلف بين 70 ل 75,000 جنيه، عشان دي فصيلة نادرة مش منتشرة زي كده. وانا هجيب المبلغ ده كله منين؟ بس بقى ما تفوقي بقى نجوان من الجو اللي انت عايشه فيه ده. وبقول لك ايه، انا عارف الموضوع بتاعك انت ومروان كله من طقطق لسلام عليك. ايه ده، انت وشك اتخطف كده ليه يا ماما؟ ما تقلقيش، ده انا كبداك يعني راجل وكفاءه وعشة على عشة، سرك في بير بترول. بس طلعي يا بنت الحلال الفلوس دي واصرفي على الست الغلبانه اللي بتموت. انت مش فاهم حاجه. لا انا فاهم، تنكمر الفلوس وخايفه للبوليس يشمها، بس دي امك برضو يا نجوان، امك. مش بقولك انت مش فاهم حاجه. طب يا سيدي عشان اريحك، مروان اتخطف، في ناس خطفوه معرفش هما تبع مين، والفلوس كلها فضلت معاه في اليونان، وانا بقى رجعت مصر بشنطه هدومي وشويه فلوس فك، يعني طلعت من المولد ده كله بلا حبس. اتخطف؟ اتخطف ازاي؟ ايه الفيلم ده؟ معرفش بقى مكانه فين. المهم دلوقتي يا ابراهيم، انا عاوزه شغلانه ان شاء الله بألف جنيه في الشهر. شغلانه ايه وألف ايه؟ انت مجنونه؟ الفلوس اللي معاكي فين؟ يوه، انا قفلت الصفحه اللي ورايا دي خلاص، انا خسرت كل حاجه وخايفه على ماما، وحاسه ان انا سبب في اللي بيحصل لها ده كله. يعني انت طلعتي من مصر انت ومروان معاكي 50 مليون اخضر وراجعه منفضه؟ ايوه. جاك قوي، انت هبله. اهو ده اللي حصل بقى. بص يا نجوان، انت ما ينفعش تطلعي من المولد ده بلا حمص. امال هنعمل ايه؟ معرفش، سيبيني كده افكر وادعبس واشوف هنعمل ايه. انت جيتي معايا سكه ووقعتي صح مع اللي هيجيب لك الحمص كله، او ربنا كله. خش برجلك اليمين يا نجمه مصر. اتفضلي يا ست الكل. هي دي شقتك يا ناني، شايفه؟ ريسبشن كبير وثلاث مطارح وحمامين ومطبخ ايه؟ اوبن تشيكن امريكاني، وبراندة كبيرة شرحة وبرحة يربح فيها الخيال، والعفش ايه شغل فنادق على ابوه عشان يستحمل لا مؤاخذة تنطيط السنين. تنطيط مين يا اخويا؟ هو انا عندي حد بيتنطط؟ انا قصدي يعني عشان لو موسيقى جاتلك ولا حاجة البيت اهو برضو يستحمل الوزن التقيل. موسيقى وموسيقى بس هما اللي هيعتبوها، غير كده لا. اصيلة هناني. طيب بص يا ست الكل بقى، هتعدي الشارع يا دوب فرك الكعب تلاقي نفسك جوه المحل، لا مواصلات ولا زحمه ولا قلق، عشان تيجي مبسوطه ومرتاحه لزباينك ومعجبينك. ها قلت ايه يا قمر؟ على البركه. على البركه. اصيله يا ناني، عندي ليكي خبر حلو كمان. قول يا اخويا. الحاج منير الدرويش صاحب قناه تقاسيم للرقص الشرقي عايزك تعملي عنده كليبات، وبيدفع حلو قوي. اهم حاجه الكلام في الماديات. لا انا مش هسيبه، انا هفضل وراه، انا هظبطها لك الماديات دي. وعلى فكره مش هسيبك انت كمان قاعده مقطوعه كده في الشقه دي لوحدك، لا من وقت للتاني كده هبقى اجي اشقر عشان لا مؤاخذه يعني اخد بحسك. لا يا اخويا كتر خيرك انت، انا اخد بحس بلد بزيها. يلا يا اخويا انت كده روح ركز في شغلك وفي محلك، وانا هبقى كويسه. كتر خيرك. ما تخافش عليك يا ناني. السلام عليكم. شوفي بقى نجوان،
بدل عيشه البنسون والقرف ده تتسافري تعيشي برنسيس احسن، تخليكي جنب مروان وعينك على الفلوس، وانا شويه وبحصلك لما اعمل التاشيره واوضب قرشين. هلعب انا وانت لعبه ونرجع بالفلوس. انا مش مسافره يا ابراهيم، وفلوس ايه اللي احنا هنجيبها؟ وبعدين انا خلاص تعبت ومش قد البهدله دي. شوفي ياما، انت هتطلعي من هنا على المطار وش البطيخه بقت بتاعتك واللعبه مضمونه، ما تشوتيش ليه؟ محدش يقدر يلعب مروان، ده ممكن يوقع اي حد، وبعدين انا بصراحه خايفه منه، مش عاوزه ارجع له برجليا تاني. انت بس سيبيلي نفسك، انت اصلك ما شفتيش لعبي. انا بحب العب مع الحريف ده، انا هلعبه واشمسه واعلي الكوبري والبسه الجول، والجمهور كله هيهتف ويسقف. طب وماما؟ ماما ده ماما دي في عناية. على فكره نجوان، انا بحب امك دي حب يعني، شوف ربنا عالم، اصلها شبه امي بالظبط. امك دي في عناية ما تقلقيش. بس انا مش عاوزه اسيبها تاني لوحدها. طب تسيبيها وترجعي لها بالاخضر اللي يعمل لها العمليه ومو 75,000، ولا تخليكي جنبها وتشوفيها وهي بتموت؟ ما تقولش عليها بتموت، بعد الشر. ايدك بس على فلوس الطياره وانا هعمل كل حاجه، واول ما تروحي المروان هناك اللي فيه باي قصه من بتوعك، وولعي في الباسبور بتاعك ليعرف ان انت سافرتي. اولع في الباسبور بتاعي؟ وايه لازمه ده كله؟ عارفه يا نجوان، واحنا راجعين بالفلوس هوقفك في المطار واقول لك شفتي كبداكي عمل ايه. انت عارفه هم سموني كبداكي ليه؟ عشان اي موضوع بخش فيه بسيب الناس تعضعض فيه الاول، واقوم جاي انا مادد ايدي وجايب كبده. خليكي مع كبداك يا نجوان، وانت عمرك ما هتخسري، اشتري منه. تفتكر اللي انا بعمله صح ده يا ابراهيم؟ صح الا صح، ده صح الصح يا ماما. تعالى ابراهيم. ايه؟ انا مرعوبه من مروان، خصوصا بعد اللي حصل له ده، انا مش عارفه هلاقيه عامل ازاي. قلنا ما تخافيش يا نجوان، انت اهم حاجه بس اول ما توصلي بليفين موضوع ان انت لسه كنت في اليونان. وولعك ام الباسبور عشان ما اعرفش ان انت سافرتي. ها وايه لازمه ده كله؟ لما نرجع ومعانا 50 مليون اخضر هتعرفي ايه لازمته. ماشي يلا يلا اهي، يلا خد، يلا لا اله الا الله محمد رسول الله. خدي بالك من نفسك. ها ماشي. يلا مع السلامه. بقول لك ايه، ما تنسيش الا ها. ماشي يلا. باي باي. باي باي. يا اهلا يا اهلا، خطوه عزيزه منوراني يا ست جمالات. لا ده اسمها هايدي هاني منوار. يوه يقطعني، اصلي واخده على قديمه. معلش مفيش مشكله، بس الشهاده لله انت برنسيسة. انا قلبي قال لي انك لا يمكن تكوني قريبه اللي ما تتسمى كوريا دي. اهو الفرع اللي يجيب الصباره الناشفه يجيب برضو الورده المفتحه دي. ولازمتها ايه بس؟ لازمته ايه؟ انا عيبه في كوريا هي مش موجوده معانا. انا الله، جرى ايه يا عم شكري؟ ما انت عارف ما بقبلهاش، وبعدين بتفك مع الست هانم بكلمتين. يبقى بلاش ست هانم والكلام ده، قولي لي هايدي على طول. هايدي على طول؟ طيب يا اختي بيتك ومطرحك، وبعدين انا سوكا كلمني وفهمني على كل حاجه، وسوكا ده بقى وش الخير عليا، وانا لا يمكن اقول له ابدا ابدا لا في اي حاجه. وبعدين انت حبيبتي، وقفتي معايا وقفه السبع رجاله لما كان سلومه الناقص ده عايز يتجوزك عليا وانت رفضتي، وبعدين انا حلفت ان اللي يقف جنبي انا خدمته ليوم الدين. منورني يا ست هايدي. معلش والله يا بهوات، انا متاخره قوي، المدير هاريني تليفونات، اصل الصاله ما تشتغلش من غيري. بصوار سيبك منهم، ده ما فيش غيري. ايما ومركز وظيفه ميري، انا ابو طالب وطالب كل حاجه. اهلا اهلا يا باشا. بابي معلش، بس احنا مش عايزين نعطل نوال عن شغلها. ربنا ينجح ربنا ينجح مقصدك ان شاء الله، ويرزقك بولاد الحلال. طب بيتكم بقى ومطرحكم سلام. متشكرين قوي يا نوال. اقعد يا بابي. اتفضل يا حبيبي. بص بقول ايه، ان مفيش حل غير الفلوس دي، لازم ترجع. انتوا بتقولوا ايه؟ استحاله ان مروان يرجع الفلوس باي شكل. الفلوس دي ممكن اخدها منه بالقوه او ترجع بالحيله. حيله يعني كيف يعني؟ ايوه قصدك بالاشتغاله. يا اخوانا ده تعبان، مش هنعرف ناخد حاجه منه. تعبان بس عنده نقطه ضعف، الستات والفلوس. لو الاثنين دمجوا في بعض في واحده ست حلوه قوي وغنيه جدا ممكن توقعوا، بس اهم حاجه نعرف عنوانه في اليونان. انا شخصيا معيش فلوس، والراجل ابو نجوان ده زباله وبيتكلم بالملايين. ايوه بس الكلام ده كان الاول. نجوان دلوقتي في مصر بعد مروان ما نصب عليها، لو قدرتوا تروحوا لها وتقنعوها انكم لو لقيتوا مروان هتنتقموا منه، ممكن جدا تساعدكم. طيب عن اذنكم بقى.
على فين يا بابي؟ أنا ونادر هنروح الشركة نشوف الموظفين والمحامي اللي جايبينه إنه رافع قضية ضدنا ده، نخلص الحكاية دي وبعدين نرجع نشوف موضوع مروان. حد مستني حد؟ وحشتيني يا سندوستي يا روح قلبي. كلي بالهنا والشفا. انت كمان كنت وحشاني قوي قوي وسبتيني مع البت دي، كانت مجوعاني. يو انا حبيبتي هجيب لك كل اللي انت عايزاه. ها انت كمان وحشتيني الصراحه. انت كمان بجد. بس لازم يعني تقعدي في اخر الدنيا تمرمطي امي معاكي؟ انت ما جيش من وراك كده ابدا، انت ما فيش فايده فيكي. بس كيف يا كوريا انت عرفتي الالوان احنا؟ جو اللي بعتتهولي عشان تشوف اختك اللي مغلباني، مش قادره تحط لقمه في بقها كانت هتموت مني. قلت اجيبها لها يمكن تلحق تاكلها واخدها واجري بسرعه قبل ما المحروقه ترجع صاحبه المكان ده. بقول لك يا اخي، فاكر الراجل اللي كان مراقبني في الحرم؟ ايوه. فضل راقبني، اروح منه شمالي جورا اروح منه يميني جورا. بس ياك يا كوريا يكون ماشي وراك لحد هناك. عيب عليك يا اخي، امشي ورا مين؟ انا اخر ما زهقت منه صوت لميت عليه امه لا اله الا الله، سبتهم بيضربوا فيه ونطيت في تاكسي وجيت. يا برافو عليك يا كوريا. عيب يا خال، يعني احنا حلو الاكل دلوقتي؟ ها انا قلت برضك ما حدش عارف ياكلها غير يو. شوف الوليه، شوف قلبت عليا في ثانيه ازاي. بقول لك يا اختي، فين الكبانيه محصوره؟ ايه محصوره فين الكبانيه؟ التواليت. بصي امشي على طول على طول على طول، تدخلي اول يمين هتلاقي باب في وشك، ده باب التواليت. ماشي. دينا تعالي. بقول لك ايه، ايه رايك تشغلي كوريا عندك في البيوتي سنتر دي؟ ده انا عمال النظافه اللي بيشتغلوا عندي انضف من الكائن ده. حيلك يا ست انتي، ايه اللي بتقوليه ده؟ ايه عمال نظافه وابصريه؟ كوريا بنت اختي دي اجمل واشجع كفيره ببطل البقره. العمال نظافه صحيات والدك تشوف لها شغله عندي. البت تعبانه ومش لاقي لقمه تاكل. اسمعيني يا دينا، كوريا فعلا كفيره شاطره، جربيها مش هتندمي. نو واي يا هايدي، ازاي بطريقتها واسلوبها البشعه ده تشتغل عندي انا؟ انتي بتهزري. انتي ما تشيليش هم طريقتها واسلوبها، انا هظبطها. ظبطي ايه؟ ايه ده؟ انتي هتلبسيها هدومك الجديده؟ اديني ساعه واحده وانا هبهرك، هتشوفي كوريا تانية خالص. جاهزين؟ غمضوا عينيكم. يلا يا كوريا تعالي. الاخ بيتك هجول لها مش بدرعتي مالتي كده اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 لا، ايه ده؟ انا مش مصدقه عملتيها ازاي دي يا هايدي؟ لا ده لو كده تيجي تشتغلي معايا. ماما تخلصينا يا اختي انت وهي، عايزه اخش اغير الهدوم اللي انا لابساها دي، حاسه انها مقمطاني كده مش مرتاح. ها ايه رايك؟ هو اكيد شكلها احسن كتير يا هايدي، بس اسلوبها لا وشغلها ما شفتوش. اسلوبي؟ مالو اسلوبي يا اختي؟ بقول لك ايه؟ فين الكيسه اللي فيها الهدوم بتاعتي؟ انا قلت لك يا جولي من الاول انا ما ينفعش اشتغل عند حد، هتقعد تتني وتفرد عليا. بقول لك ايه؟ انا خلاص مش هينفعني الكلام ده، انا هخش اغير البربطوز اللي انا لابساه ده، انا ماليش في الهبل ده. تعالي 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 يا كوريا، مش هتغيري ولا حاجه. كانت غادي قاعده عندها دي كوريا بنت اخت شكري، شكلها نضف قوي البنت دي، جميله جدا. انا ماليش في الهبل ده اصلا. ده ايه ده ان شاء الله؟ وانا بقول شقتي مكتومه ليه وما فيهاش هوا؟ شقتك؟ شقتك يا ام الشقه الله يرحمها، كان كل شقه في كعب رجله قد شقه تعبان، شبعه بعد جوعه صحيح. شفتي؟ اهو ده اللي كنت عامله حساب بينا، خدتي من هنا يلا. بس يا بنت انت وهي، عيب عيب، احترم الهدوم اللي انت لابساها دي. بقى كده يا ست هايدي، جايبه لي الناس العره دول يطولوا لسانهم عليا في شقتي. عره؟ مش بقول لك يا بنت الله يرحمه. وبعدين تعالي هنا، شقتك اللي عماله تتعوج علينا بيها دي يا اختي جايباها من لحمك اللي بتعرينا الرجاله. ايه بخت شيء مش كده، احنا بيتها برضه. خلاص بقى يا نوال، في ايه؟ مش انت قلتي لي استضيفي اللي انت عايزاه؟ قلت لك يا اختي هاتي الناس النظيفه اللي شبهك، مش جايبه لي زبالتك. ويا اختي لحم اللي انا بعريه ده ما حلتكيش زيه، ولا ناسيه كبدك خطيبك حبيب القلب اللي كان بيجري ورايا هيموت عليا؟ لا حلتها وانت
كنتش صادقة، ده كان بيشمشم وراك عشان انت رخيصة، ما تيجي اتطلقتي واترميتي اهو، كان عبارك ولا جالك؟ يا حبيبتي ما هما الرجالة كده، ليها نسوان نضيفة للجواز ونسوان كسر الفراخة العين. أنا كسر يا بنت، ياللي مش عارفينك بنت من وين، يا بنت يا قاصة، يلا يا بنت اخرجي بره بيت. مالك يا ست انتي؟ انت جاي سكرانة ولا ايه؟ على فكرة انت كده بتغلطي فيا عشان دول ضيوفي. ضيوفك؟ ضيوف ايه يا اختي؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ ده انا مزاوياكي يا حبيبتي، ده بدل ما تبوسي رجلي صبح وليل جايبالي سباتك وجاية. يلا بينا يا كوريا، انا هنزل معاكي. ست نوال معلش، هو في سوء تفاهم. يوه، انت ما ينفعش تنزلي. يا جماعة المشاكل تتحل بطريقة اهدى من كده، وبعدين مفيش حاجة اسمها نزول يا هايدي، احنا مش بنهرج. خليك انت يا جولي، انا هنزل انا وربنا يصبرك على الهم ده لحد ما تخلصي منه. هبقى ابعتلك الهدمة دي مع خالي شوقي. استني، انا هنزل معاكي، يعني هنزل معاكي. عايزة تنزلي يا حلوة انزلي بشوقك، بس كده بقى يبقى انت اشتريتي عداوتي، وربنا يكفيكي بقى شر عداوة الرقصات. يا خال يا خال، انا لا ليا في سفر ولا زواق ولا بابي ولا مامي ولا انفع في الشغلانة دي من اساسه. ثم مسوكه من دي اللي اروح اقعد عندها، وخالتي اللي نايمه جوه اعمل فيها ايه؟ كفايه بقى، كفايه العرق الصعيدي اللي معشش في نافوخك ده. انت هتاخدي خالتك سندس وتروحي تقعد عند الست مسوكه. مالها الست مسوكه دي؟ طيبه بتطلع على فوق كده وتنزل على الفاضي، قلبها كيف حزمه الفجل الورور. ورور ايه ورور؟ ما تحاوليش يا حبيبتي تفهميش، انا شخصيا ما بفهمش بيقول لي سيبك منه. بص يا كوريا بنتي، احنا جايين لك النهارده مخصوص انا والدكتور نادر عشان يعني نعتذر لك عن سوء التفاهم اللي حصل بينك وبينه. وبعدين احنا كلنا عارفين انك بنت جدعه واحنا تحت امرك ونساعدك في اي حاجه. دكتور نادر عامل لك مفاجاه صمبربريز تجنن. بالله عليك يا دكتور، بالله عليك تحكي لنا ايه الحكايه اللي حصلت؟ انت حكيتها لي من شويه. بصراحة كوريا، لما عم شكري قال لي انك عندك سابقة انا قلقت، وقلت لازم اسأل عشان اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لقيتك واخدة سنة بتهمة التعدي على مديرة مصنع المراتب اللي كنت بتشتغلي فيه، الست اللي اسمها ليلى المرزوقي، صح؟ الله احرقها مطرح ما هي قاعدة، دي ولاد حرام، ده انا لو اشوفها بس اخنقها بايديا دول. اللي ما تعرفوش يا كوريا ان المصنع اللي انت كنت بتشتغلي فيه ده بتاع مروان، وليلى دي مجرد موظفة بتشتغل عنده، وهو اللي خلاها تحبسك من غير ما يعرفك ولا تعرفيه. يبقى طارق مع مين يا كوريا؟ مع ليلى ولا مع مروان؟ ايه؟ تيجي ازاي دي؟ يعني الجدع الواطي اللي اسمه مروان بتاع جولي ده هو اللي سجلني انا كمان؟ وهو صاحب المصنع اللي كنت بشتغل فيه؟ دي تيجي ازاي ان شاء الله؟ ما تفهمش. هقول لك انا تيجي ازاي؟ هقول لك. لما انت رفضتي توقفي مع عمك في الكوافير، انا رحت للاستاذ مروان ده عشان تسمعه يشوف لك شغلانه. شغالك في المصنع، وبعدين لما حصل مشكله مع الست ليلى وحصل لك حكم انا رحت عشان استسمعه. قال لي بقول لك ايه، انا قطعت علاقتي مع الناس دي. يا ابن الحرام، ماشي، ده انا كده طري بقى طري، لكن ماشي، بس برضك الولايه اللي اسمها ليلى دي انا مش هيهدالي بال الا لما اشوف فيها يوم. يا حبيبتي ما هو انت لازم تمشي من البيت ده، البيت ابتدى يقع. اتفضلي انت كده وكده هتمشي، تروح عند المسوكة تبقى براحتك هناك، انت وهايدي هتدفعوا الايجار مع بعض. بصراحة الايجار هيتوزع بينكم كل واحد بفلوس. فلوس ايه؟ ولا ياكل عشان ادفع مفروش؟ خلاص يا بنتي معلش، محل الكوافير بتاعك ده المدة اللي هيتقفل فيها انا هدفع لك الايجار. ما هي قفلته يا باشا، وكانت رايحة تشتغل في محل الست ديني، مش كده؟ ايوه. انا هدفع لك المرتب اللي كانت هتديه لك دينا. خلاص، بس يوم بنتي تطلع براءة عندي ليك هدية عظيمة قوي. يا عم الحاج، يا عم الحاج، أنا قصتي مش قصة فلوس صدقني. أنا دلوقتي بقيت ذات نفسي اللي عايزة أجيب مروان ده وأديله بالشبشب على دماغه، ومش عايزة حاجة. بس كل الحكاية أنا ما بقتش عارفة أتصرف إزاي، مش عارفة أتصرف إزاي في البيت، هقول إيه للناس، هتصرف إزاي في خالتي. وبعدين صدقني أنا مش شبه الحوار بتاعكوا ده ولا هو شبهي، هعك الدنيا. يا كوريا بنتي افهمي بقى، الست مسوكة هملت البيت عشان البيت هيقع على دماغها. انت بقى تاخدي خالتك وتتوكل على الله من هنا، وانا هقول لكل الخلق هنا انك انت خدتي خالتك ورحت البلد تقعدي لك كام يوم، وما تخافيش وانت مسافرة انا هراعي سندس دي. ممكن اقول لك رأيي؟ خدي اجازة من كوريا
خدي اجازه من الحاره من حياتك كلها لمده شهر واحد بس كانك بتصيفي، وبعدها لما تبصي في المرايه وتتكلمي قدامها صدقيني يا كوريا مش هتعرفي نفسك. شوف مش انتوا ثلاث رجاله بالشامه، لكن زنانين زن الحريم على رجالتها. اما مروان ده بقى سي. بقولك يا مستر انا مالي انا ومالي الاي بي سي والسي بي سي والحاجات دي، وانا مسافره اقرا الجورنال، علمني الحاجات اللي هقولها هناك، يعني مثلا ايه اوكي باي باي جود لايت دي اللي بتقولها بنتك قبل ما تنام، صباح الفل يا اكسلانس، الحاجات دي يعني. صباح الفل يا اكسلانس، كل دي معلوماتك عن الانجليزي؟ صباح الفل يا اكسلانس. قولي ورايا هتتعلمي، يعني هتتعلمي ورايا. دي اي اف جي اتش اف اتش. تاخدي زي؟ لا خالص استغفر الله العظيم، خلي لك انت الحاجات دي، والنبي انا خايفه على نفسي منك اللي عملت اربعه ده. هتتكلمي انجليزي؟ يعني هتتكلمي انجليزي؟ انا عمري ما دخلت في حاجه وفشلت فيها، فاهمه؟ قولي ورايا. I am a big cow. ايجي يعني ايه؟ يعني انا من بطن البقرة. حلوة دي اقولها. I am a big cow. برافو يا كاو، برافو برافو، هايلة. قوليها تاني بقى. I am a big cow. برافو برافو، ده انت كده هتطلعي بعثة ورايا. I am a big cow. 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 اسرع. I am a big cow. I am a big cow. I am a big cow. مروان كفاية ماشي بقى، ما تيجي تقعد عشان تريح يا حبيبي. لا حبيبي امشي كتير عشان تخش. زمان لما كنا بنلعب كورة لما حد رجله بتتلوي ولا تتجزع كنا نقول له شد عليها عشان تخف بسرعة. أيوة بس بالراحة يعني مش كده. شنطتي! هاي! بالراحة ما تشرع عليك يا حبيبي، معلش معلش فدك. خلاص خلاص طيب هات ايدك يلا يلا. بالراحة كده. أيوة بسم الله. هو أنت مستني حد؟ لا خش أنت نام أنا هشوف مين. خش. طيب إبراهيم كبداكي من مصر القديمة، وشنطة الهانم زي ما هي مش ناقصة دبوس إبر. أنت بقى ترى سرقت الشنطة من الهانم والبوليس جري وراك عشان تجيبها مش ناقصة دبوس إبرة؟ لا أصلا أنا كنت مفكركم خواجات، بس لما فتحت الشنطة ولقيتكم مصريين قلت لازم أرجعها. عرفت العنوان إزاي؟ لقيت الوصل ده في الشنطة وفي العنوان. كبداكي ما يعدش في بلدياته في الغربة أبدا. لكن عادي يعني كبداكي يتسعر بقى في مصر. يا باشا في مصر العيشه ضيقه، لو ما عضتش في اللي جنبك اللي جنبك هيدوسك، بس انا هنا جاياك مش جاي اعض. ماشي يا كبداكي. هاي خد يا كبداكي ادي القرش اللي كنت هتاخده في الحرام، هتاخده في الحلال اهو. لا يا باشا حد الله ما بيني وما بين الحلال، انا مش عاوز فلوس. ما انا عايز ايه؟ انا عاوز اشتغل معاك. تشتغل ايه؟ يا باشا انا عاوزك تعتبرني زي اخوك الصغير بالظبط. انا تعبت في الغربة دي قوي وشفت الموت بعيدي من ساعة ما جيت، لا عارف الفو في شغلانة ولا عارف اطلع بأي مصلحة. انا اساسا يا باشا طباخ مش حرام. ومعملتش الموضوع ده غير مرتين، المرة التانية طلعتوا مصريين، قلت انا وقعت بالسما وانتوا استلقيتوني. لو تشوفني اي شغلانة معاك يا باشا ان شاء الله امسح لك الشقة دي. وبتفهم في ايه تاني غير الطبخ يا كبداكي؟ اي حاجة، شوف اي حاجة، افضل مستني سعادتك تحت البيت 24 ساعة، لو عوزتني في اي حاجة خدمك 100 سنة.
بقول لك يا باشا، انا بقالي يومين ما اكلتش وجعان قوي، ما عندكش اي حاجه تتاكل؟ يعني لو شويه جبنه براميلي كده، شويه طرشي. خش. الله يكرمك. انت حكايتك حكايه. يا رب يا ساتر. يا نجوان. ايوه انا هنا. مبروك الشنطه. الله يبارك فيك. كبداك اللي سرقها منك نجوان قريبتي. شكرا. كبداك جعان، عايز حته جبنه براميلي او ترش كده في قتينا. خش 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 اقعد. امسك. دي صورة الشيخ جاسم اللي احنا عايزين نصفره. خد. ايه ده يا باشا؟ ده مسدس. اما المطوة هنصفره بيها روح امك. ودي ورقة فيها كل تحركاته. بياكل فين؟ بيشرب فين؟ الحتت اللي يحب يقعد فيها، ودي جردات بتسيبه امتى؟ كل حاجة. عارف يا ابراهيم؟ الامتحان ده امتحان صعب. لو عديته تشوف عز عمرك ما شفته. بص يا باشا، انا طول عمري بكره الامتحانات دي كره العمل، بس نجرب. مش خسرانين حاجه. بص يا ابراهيم، اي لعبه فيها كسبان وخسران، والراجل ده لو ما ماتش او باي حد في الدنيا عارف ان انا ورا الموضوع ده، انت اللي هتبقى خسران. عارف خسران ايه؟ رقبتك. معنى كده احنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعفك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي، بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروتي ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دائع عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا، انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك، بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني. في ازازه كبيره ساعه. بس ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم، أم الدنيا. أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر، تحت أمرك. إيه العربية الحلوة؟ أنت عارفة أنت اتسلكتي على حيطة مايل. ايوه، والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره. هي اه صحيح، اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ يا بومه. انا بومه؟ انا مش بومه، انا غراب. بس غراب ايه؟ من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا، ونادر معاها، وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبان. انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت، وتعمل له الشويتين وترجع لك الفلوس صح سليم. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا، بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبى جوه. استخبي يا بنتي، استخبي يا بنتي بسرعه يا بنتي، استخبي. مين اللي بيخبط؟ مين يا اختي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايده ابو طالب؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتشوا الشقه. عايز ايه يا واد انت؟ هو في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها بص لي كده ليه؟ ها يا اهلا يا اهلا.
خش يا اختي انت وهي غيروا هدومكم عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاه على النبي. يعني ايه ام سوكا وسندس ما لهمش دعوه بحاجه؟ ما لهمش دعوه بيه، هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتم؟ بفضلك يا ياسر، هما ما لهمش دعوه، هناخد هايلي بس. يلا هات ورايا. مروان مالك يا حبيبي؟ فيه ايه؟ مفيش، الواد اللي بعته يقتل الشيخ جاسم لغايه دلوقتي ما ردش عليا ومش عارف اوصل له. ما هو يا خبر بالفلوس بكره ببلاش. عندك حق، بس انا زهقت، ما تيجي نسافر. نسافر؟ نسافر لوحفيت اي حته، نروح لندن، مكسيك، اي حته ما فيهاش تسليم مطلوبين. او نسافر من اليونان ونكسر حاله الملل اللي احنا فيها دي. ايوه بس ده مش خطر؟ يعني هو ريسكي شويه، لو الطياره عطلت في اي بلد ونزلنا فيها. بتسلم عليكي كتير، بتقول لي جمالات وحشاني، عاوزاك تعملي بيض لسعد. حبيبتي يا سندس وحشتني قوي. هايدي ان شاء الله كلها كم يوم وعدوا ايه معانا، مش عارفه اقول لك ايه بصراحه. علاء هو اللي سهل لنا امر الزياره دي، هو اللي عمل الاجراءات وقام بكل حاجه. ايه صح، ساعدنا كتير. بعدين يا راجل ما تحسش انه ظابط خالص، تحس انه دكتور، ودكتور سنان كمان. نادر اتصل بيا وقال لي ان عنده محامي اسمه هاني هيبعتهولك يحضر القضيه ويحضر التحقيقات، وهيفضل كده بالتليفون ويبلغه لحد ما يجي. انا خلاص يا بابي مش قادره اصدق حد، انا تعبت من البهدله دي وعايز اخرج باي شكل. عايز اقول لك حاجه، كوريا كلمتني بالتليفون وقالت أخالي الغربة قرصاني، بس أنا مستحملة كل ده عشان خاطر هيدا هانم. ربنا يجعل الحل على يدها إن شاء الله. وحشتني المجنونة، بتحبك كتير. وأنا كمان بحبها، يا رب بقى كده ترجع بالسلامة ونخلص من القرف ده. يا نجوان إحنا وضعنا دلوقتي مش زي الأول، إحنا عندنا فلوس كتير والعين علينا، وبعدين البوديجاردات دول إيمج، وأنا داخل على مشروع كبير لازم يبقى موجود الإيمج ده. مشروع ايه؟ يعني معقول يا باشا تشيله بنفسكوا وكبدكي في اليونان؟ لا ده كده ما ينفعش حبيبي يا باشا. يخرب بيتك يا كبداكي، انت عرفت منين يا ان احنا هنا؟ انا بحس بيك يا باشا، اول ما بحس ان انت عاوز كبداكي قلبي بيدق كده واظهر لك من اي حته. ماشي يا كبداكي. حبيبي يا باشا. انا رحت للراجل اللي انت بعتني ليه، لقيته طالع على المطار ومسافر. شوف بقى لو عايز اسافر وراه او تديني اختبار تاني اللي انت عاوزه، بس انا شغال معاك يعني شغال. هتشتغل ايه بقى؟ اي حاجه يا باشا، شوف اللي انت عاوزه، انا بعرف اطبخ، بعرف اسوق. طيب. يعني طيب اللي طيب انت عاوزه. طيب طيب خلاص 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 هتشتغل معايا بجد يا باشا. والنعمه. حبيبي حبيبي يا باشا. بس يا بس هتشغلني ايه؟ هقول لك شغلك معايا سواق بجد. يا باشا انا عايزك تطمن، انت طول ما انت معاك كبداكي انا عايزك تطمن على الاخر. لا مطمن حبيبي.
مساء الخير فنور. ده احنا لو كنا متفقين على ميعاد ما كناش هنتقابل كده. ايه الفرصه صحيح. السعيده دي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا سعمان؟ الحمد لله كله جميل. لا لا انا متشكر جدا. انا مش كل مره هزعجكم فيها بقى. وبعدين انا هقعد على البار عشان خاطر لو كانت دي مهانم عايزه تقابلني كلمتني في التليفون ما معاها نمرتي. كانت مشغوله كتير. لا 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 يا ريت اتفضل معانا. بالعكس ده انا عايزك في موضوع ضروري. اتفضل اتفضل. خير اتفضل. ده انا لسه كنت بقنع الهانم دلوقتي على موضوع الاستثمارات في مصر وبحاول اقنعها بكده، خاصه ان المجال دلوقتي هناك بقى مفتوح غير خالص اللي بيصوروه الاعلام الاوروبي. انت فاهم؟ لا هو فعلا هو استاذ عماد عنده حق، لان فعلا دلوقتي بقى في مجالات في مصر كتيره جدا ممكن تستثمري فيها ما كانش ينفع تستثمري قبل كده فيها خالص، خاصه المجالين المعروفين سواء العقارات او السياحه والمكسب فيهم كبير قوي. يعني الموضوع بيبقى لطيف. استاذنك دقيقه واحده. اتفضل. هات السجاير بسرعه. يلا. أنا مع حضرتك طبعاً بس أنا مختلف شوية بس في وجهة النظر، لأنه السياحة والعقارات دلوقتي ما بقتش هي المجالات اللي ممكن تستثمري فيها في مصر إلا بقى لو عايزة تخسري فلوسك. في حدا يحب يخسر يا مروان بيه؟ لا طبعاً ما فيش حد بيحب يخسر، ولذلك لو الواحد حابب يحط فلوسه فعلاً في حاجة زي كده لازم يبقى عامل لها دراسة كويسة جداً. السجاير يا باشا. ماشي شكراً. تمر بأي حاجة؟ لا شكراً. فزي ما بقول لحضراتكم كده انه صلاة النبي احسن. كوريا؟ انا سوري مو من كوريا. مين ياما؟ في ايه يا ابراهيم؟ في ايه؟ في ايه ياما؟ دي ايه في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا بس اصلي افتكرتها كوريا، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل روح استناني في العربيه. يلا ماشي. صدقوني مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير حصل خير. ايه ده انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا ايه هستاذن ساعه كده لحسن ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا 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 روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة للاستثمار. ما ظنش ان السياحة والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سجارة والزعمات صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحة دي بتاعتي ها، وفلوس مروان دي كلها كأنها مكتوبة باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبة امه. يو انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليلة دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلنا سواق البيت، سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن، البت غلبانه مرميه في مصر. وبعدين بقول لك ايه؟ انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط يا ابراهيم. لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه؟ من الاخر كده المصلحه دي بتاعتي، ها؟ ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في ايه يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي ما كنا في مصر وكنت عمال اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه؟ ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نرجع البت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمة عليك يا عشتي، حرمة عليك يا عشتي، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيفي بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي. بس بقول لك ايه يا دكتور؟ انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى. بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى يا لهوي ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل لا مؤاخذه، مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. انت اتعلمت السواقه فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. واحنا مش هنروح على البيت ولا ايه؟ لا لا لا
اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا، واحنا صغيرين كان في واحد صاحبي ابوه كان عنده تاكسي، كنا دايما نعلق التاكسي من ابوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا ابراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ ايه يا باشا لا مؤاخذه، اتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ اه يا باشا، يمين وشمال. طب خش يمين، خش ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجة، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري جاي. انزلوا انزلوا بهدوء كده يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي. بعتذر لك جدا عن سوء التفاهم اللي حصل ده، صدقيني ما كانش مقصود، بس انا كنت عايز اشوفك واكلمك وما قدرتش امسك نفسي ابدا لما عرفت ان انت ساكنه معايا في نفس الاوتيل. حصل خير؟ اهلي بالشام متشددين مثل ما بنسمع عن الصعايده عندكم بمصر، وانا متربيه على هيك ما بيجوز اغيره. انعم واكرم، بس غريبه قوي ان اخواتنا في الشام يبقوا متشددين قوي كده. بس عموما انا غلطه، عشان كده أرجوكي أرجوكي اقبلي أسفي. حصل خير. عظيم، يلا تفضلي اشربي. شكرا ما بدي. لا ما تقوليش ان انت ما بتشربيش. ما فيش بيزنس وومن في الدنيا ما بتشربش. يلا ما بشرب كتير. يلا عشان خاطري المرة دي بس، يلا تفضلي. شو هي المعلومات الخطيرة اللي بدك تقلي إياها؟ بص يا ستي، أنا في البيزنس ما بعرفش أزوق الحقائق، لأن عارف إن البيزنس ده عامل زي الرصاصة، يا تصيب يا تخيب، ما فيهاش تهريج. عشان كده أنا حاسس إن الموضوع ده فينا صبايا. نصبايا؟ شو نصبايا بعيد الشر؟ الموضوع بتاع المنتجع السياحي اللي انت عايزة تفتحي في الساحل الشمالي في مصر. في نصبايا كبيرة، ومش اي نصبايا، دي نصبايا كبيرة قوي. شو؟ انا لما جمعت المعلومات مع بعضها بصراحة كنت لازم انبهك، مش عشان خاطر بس انا خايف عليكي، لا عشان خاطر حس الوطني، عشان اللي هيخدعك ده مصري، وما ينفعش انت تاخدي صورة ان المصريين كلهم وحشين. لا خالص، المصريين حلوين وحلوين قوي، واي حد يعمل غير كده يبقى استثناء عن القاعدة. مصر ام الدنيا يا زلمة. عماد ناصف دوت ما زارش مصر من 8 سنين، يعني ما يعرفش اي حاجة عن مصر، والمبالغ اللي حاططها لك في الميزانيه دي مبالغ كبيره جدا ومبالغ فيها، وانا لما جيت حسبت الاحتمالات لقيت ان انت هتخسري بنسبه 500%، يعني لو حبيتي تكسبي اي قرش مش هتكسبي اقل من 10 15 سنه قبل ما تعرفي تكسبي، بالتالي ده هيعمل لك هدك كبير جدا في راس المال، ودوره راس المال هتلاقيها حصل لها انها تقف. مالك يا ديما في ايه؟ انت عينيكي وجعاكي؟ مالك عامله حاجه ايه؟ لا مو معقول، أنا وصيت المكتب تبعي بالشرق الأوسط وأكدوا لي إنه المشروع لوز اللوز. لوز اللوز؟ نعم. إيه لوز اللوز دي؟ إيه إيه؟ مو هيك بتحكوا بالمصري؟ ها الأفلام الأفلام فظيعة. لا فعلاً إحنا بنحكي في المصري كده، بس أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو عايزة تستثمري فعلاً ما ينفعش تستثمري في مصر، هما 3 دول اللي ممكن تستثمري فيهم، لندن والمكسيك واليونان، هم 3 دول دول، وانا عندي افكار كويسه جدا ان احنا نعرف نستثمر فيها فلوسنا في الدول دي ومكسبها سريع جدا، لكن مصر لا، ما تحطيش فلوسك في مشروع خسران. والله ما بعرف، بفكر وبخبرك، بس المشكله اني عملت كتير استعدادات من شان مصر، بس بفكر بفكر.
اشهد ان لا اله الا الله. ايه اللي انت عاملاه بنفسك ده يا كوريا؟ طالعه من الحمام على هنا على طول. ايه ده يو؟ وانا مالي خال؟ ما هو اللي بيلبسوني كده وانا عامل خاوي يا مالت. ماشي ماشي. استنى استنى خال. الو ايوه يا ديما، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتيني كتير. الو ايه الدوشه اللي عندك دي؟ انا هون بمصر. هاي دوشه مصر، الله عليها الله يحميها، بتاخد العقل. عقلي ايه؟ ايه المسلسل السوري اللي انا بسمعه ده؟ يلا خالي يلا. غطي نفسك غطي نفسك، ما تمشيش معانا، بطلي فضايح، تعالي. يا صباح الفل يا شيخ العرب. صباح النور. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله. المصلحه كده شكلها فرفرت، وما نبش الواحد بس غير النسوان الملونه اللي شافها والعلقه اللي كلها بألف هنا. يعني يا كبداكي، ما يكفيك انك تعرفت علي انا؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ العرب؟ ده كلام؟ ده انت الحسنه الوحيده في ام الليله السوداء اللي انا فيها دي. ده معرفه الرجال كنوز. عشان كده بقى انا عاوزك ايه، تبعتني ها على مصر للي ماسك الشغل عندك، وقول له يا اللي ماسك الشغل عندي عين كبداكي مدير على كل حاجه. انت تستاهل كل خير. الله يكرمك. وانا حاضر تحت امرك. ربنا يخليك. انا بنفسي نازل مصر، وانا بنفسي اللي اعينك. انت عندك حق، الكبار يتكلموا مع بعض، احنا هندخل الصغيرين ما بيننا ليه؟ صح. وبالطريقة هذه قول على مروان الله يرحمه ساعته حانت، بيموت هني ويندفن هني. اه بس والنبي طول له عمره شوية، لأنه يلزم ناس يخصوني، أول ما يخلصوا مصلحتهم معاه هديك مزد، انقله بقى للرفيق الأعلى. ماشي؟ ماشي، كلامك كله ماشي. حبيبي دكتور نادر بنفسه موجود عندنا في اليونان. ازيك يا مروان؟ الله يسلمك. طب كنت اقول لك ان عرفنا نعمل لك حفله ولا حاجه، بس انت اكيد عازم، بس انا عارف مفيش وقت يعني. معلش نبقى نعملها بنرجع مصر. انت فاكر ان انا كلمتك عشان خاطر انا بفكر ارجع مصر؟ لا خالص والله، انت اللي كلمتني وحددت الميعاد، يعني اكيد عندك حاجه عايز تقولها. اه فعلا عندي حاجه عايز اقولها. وحشتني. كان بقالي كتير ما شفتكش ونفسي اشوفك. وبعدين ما تنساش يا دكتور نادر ان انت من العملاء المميزين عندنا، ولازم اقدم لك خدمه ما بعد البيع على اكمل وجه. صحيح، اخبار هايدي ونجوان ايه؟ كويسين؟ كويسين. بس انت فعلا لو عايز تقدم خدمة بتهيألي يعني لازم تقدمها لنفسك. انت اخدت الفلوس صحيحة، بس حابس نفسك في دولتين ثلاثة ما تقدرش تخرج منهم، والانتربول عينه عليك في كل حتة. يعني بتهيألي انك كل اللي عملته كبرت الزنزانة شوية. الغريبة بعد كل اللي أنا عملته وإنت شفته، عندك اعتقاد إنك شايف حاجة أنا مش شايفها، والكارثة إنك عايز تقنعني بيها. الكلام ده مش مظبوط يا مروان. أنا كمحامي جاي أعرض عليك عرض، والله وافقت عليه كان بها. ما عجبكش العرض إنت حر، مش هتخسر أي حاجة. انت عارف ايه المشكله يا نادر؟ انك بتعمل الحساب زي التلامذه بتوع المدرسه، يعني بتقول واحد زائد واحد يساوي اتنين، واتنين في الزمن ده ما يعملوش اي حاجه، لا ياكلوا ولا يشربوا ولا يسفروا ولا ينزلوا ولا يطلعوا ولا يعملوا اي حاجه خالص. واحد زائد واحد لازم يساوي في الزمن ده مليون او 10 مليون، 100 مليون، مليار. لو اعترفت بده صدقني هقول عليك شاطر في الحساب. برافو برافو نادر، برافو نادر. طب انسى كل الكلام ده بقى وحل الفزوره السهله دي. تاخد 50 مليون دولار بطريقه غير قانونيه، تعرض نفسك للمحاكم وللحبس، تفضل هربان في دولتين ثلاثه مش قادر تخرج منهم احسن، ولا تاخد 25 مليون دولار بطريقه قانونيه شرعيه
تقدر ترجع بلدك وتروح اي بلد في العالم معزز مكرم، تقدر تستثمر الفلوس وتكبرها زي ما انت عايز. تختار يا مروان. والله بص، انا من نوع القنوع وعارف دايما انه اي مكسب لازم ليه ضريبة، واذا كانت ضريبة 50 مليون هيبقوا ان انا اعيش مالك في اليونان، ما اظنش انها ضريبة واحدة. الاحلى بقى في رأيي المتواضع ترجع 25 مليون دولار للبنك وتاخد براءة من القضية فوري، ترجع مصر معاك ال 25 مليون دولار بتوع هايدي مقفولين كاملين شرعيين. طبعا انا مش بعمل الكلام ده علشانك يا مروان، الكلام ده لمصلحة هايدي. بنت الغلبانة هتخرج من القضية ومتتحبس، فلوس هتبقى معاك تقدر تستثمرهم بالطريقة اللي انت عايزها وتكبرهم زي ما انت عايز. طب وانا ليه اخسر؟ انت مش هتخسر، انت هتشتري حريتك، هتشتري نص فلوس نصها التاني. الفلوس كلها معاك صحيح، بس ما تنساش فلوس عليها مشاكل وقضايا ووجع قلب، يعني مش بتوعك. القرش مبسوط فيه. انا مخلص كل الاجراءات مع البنك ومع النيابه، يعني مثلا لو فكرت انك بكره الصبح ترجع ال 25 مليون دولار للبنك تلقائيا هتلاقي اسمك اتشال من على قوائم ترقب الوصول ومن الانتربول. ساعتها بقى تقدر ترجع بلدك براحتك، ممكن تنزل شويه اخبار في الجرايد انك كنت متعسر ماليا وانك حليت مشاكلك مع البنك، وتعيش حياتك، تعمل القناه بتاعتك لو عايز، ترجع لنجوميتك يا نجم. وانا ايه اللي يضمن لي الكلام اللي انت بتقوله؟ تليفون صغير قوي للمحامي بتاعك، قول له يتابع كل الكلام اللي انا قلته ده. والله كلامي طلع مظبوط وصح. الكره في ملعبك، نفذ. انت يا زفت، انت مش شايفني واقفه؟ الحمد لله على السلامه يا جاي من السفر، وحشانا الابتسامه والبيضة والحجر. انت ايه يلا اللي مقعدك في عربيتي؟ وفين السواق الزفت؟ اهمدي بقى، لا بقى في عربيتك ولا سواق ولا زفت. خلاص الشيخ علوان رمى عليك اليمين وطار على المطار وخد معاه العربيه والسواق والفيلا والمحل في 60 داهيه. ده حتى كان دمه يلطش. مش مهم، يلا وقف لي تاكسي بسرعه، عايز اروح المحل، وحشني الرقص. الا انت جالك بكم ولا ايه؟ بقول لك خد كل حاجه واولهم المحل. ازاي؟ ده كاتب لي المحل بيع وشراء. ما هو عشان انت مش مثقفه وما بتعرفيش تفكي خط الناس بتشتغلك. لما جمعته مع المحامي عشان تكتبوا العقود، عزوز كتب كل حاجه باسم علوان وخد 1,000,000 جنيه زياده عشان يسكت. ازاي؟ ده انا بصمه بصبعي. ده خدعوك فكالو يا كبيره. انت بصمتي على انك شاهده على العقود، لا بايعه ولا شاريه. وعلى راي المثل يا ولاد بلد انا ليا رجاء، عايزين نقضي على الاميه بدل البصمه تكون امضاء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا تكوني فاكره علوان ده اهطل وبيرمي الفلوس كده، ده بس كان عايز يدوقك ويدفع، ودلوقتي زهق منك وراح يدوق واحده تانيه عشان يدفع برضه. وانا جيت قلت لك ضميني وانسي الدنيا، ضميني وانسي الناس، بس انت اللي طلعتي شخصيه عنيده. بعتني بعتني يا طاعون الكلب، بعتني. بس يا بت فوقي كده وما تنسيش نفسك، انا اللي عملتك وجيت قلت لك انا شريكي وانت اخترتيه ومبعتيني. دلوقتي ما ترجعيش تندمي، انا جاي استلم الفيلا دي، قدامك نص ساعه تلمي الكراكيب بتاعتك ارجع عليكي جاهزه. سامع يا نوال؟ سامع يا نوال؟ سلام يا ستهم. سلام يا نونا. ليه كده؟ ليه عملتي فيا يا دنيا كده؟ ده انا بنت حلال ومستاهلش. ليه؟ جبتيني المرجحة ليه؟ طلعتيني لسابع سما، نزلتيني على جدور رقبتي ليه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ اعمل ايه؟ كل حاجه راحت، كل حاجه راحت، كل حاجه راحت.
حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت، حتى نوال راحت. شايفتك معجب بالمصنع. لا كويس حلو، انا كمان بفكر ان انا وانت نتشارك فيه، ايه رايك؟ بفكر وبشوف. سوري معلش رساله بس اشوف. تفضل. ايه يا فندم، يا رب يكون المصنع عجب حضرتك. ايه حلو كتير. لا يا فندم، احنا عندنا كمان عماله مدربه على اعلى مستوى، ده غير المعدات الحديثه يا فندم، وان شاء الله مصنع قريب باذن الله. كتير. وين بتشوفوا الماكينات؟ احنا بنستورده من المانيا يا فندم، وده احسن مكان بيجيب منه مكان. ماشي يا فندم. بقول ايه، ممكن دقيقة لو سمحت؟ دردش معاك بس شوية. خليكم خلي. بقول لك ايه بصي دي، انا حاسس ان المكان اللي هو بيقول عليه احدث حاجة ده مش احدث حاجة ولا حاجة. بعدين مش عارف ليه زي ما بيقولوا عندنا في مصر كده قلب المقبول، حاسس ان في حاجة. بس كيف هو بيقول انه احدث ماكينات على مستوى العالم، وانت كنت من شوي معجب بالمصنع؟ مش عارف قلبي اتقبض فجأة كده. بصي انا طول عمري بتعامل باحساسي بيني وبين ربنا عمار، ان بحسه بيطلع صح، فانا حاسس ان في حاجه غلط. بقول لك ايه، هتيجي نقعد في العربيه في التكييف شويه، يمكن الشمس والحر مش مخليني عارف اعبر لك، يعني يمكن لما نقعد ونهدى في التكييف اعرف اقول لك اللي جوايا. ها تعالي تعالي تفضلي. نحن رح نمشي؟ هنلف شوية كده لفة صغيرة بالعربية. انت كتير غريب، انا مو فاهمتك، لوين بدنا نروح؟ بدنا ناخد روحك يا روح امك. كده تلف على خلقة ربنا. الله يسامحك، الله يسامحك. انطقي يا بت انطقي. خلاص انا وقفني. كوريا جوه يا سوق. الله اعلم كباك كان جاي عشان اي حوار. اسمع اللي بقول لك، كوريا جوه. مروان جوه يا بنت؟ معرفش. ردي عليا، مروان جوه؟ هو انت بلاعبني ولا ايه؟ مروان فين؟ معرفش. طب خليها معاك يا سوكا بقى لغايه ما نعرف. تعالى يا اموره معايا. سيب انت، اوعى اوعى بس. ادي عليا لو اتكلمت لبصلك وشي خليك زي وشي. يو بس يا بنت.
آسف يا ديما هانم، آسف. معلش معلش أنا آسف. وإيدي بركتها نفضل باصل لبعض كتير. تعرف إبراهيم كبدك منين؟ تعرف الواد ابن بطن البقرة ده منين؟ يا بت انت ايه؟ ما بتخافيش؟ ها؟ انا ما بخافش الا من اللي خلقني. تمام، يبقى لازم اوديكي ليه، ويبقى منك لله. منك ايه؟ لله. كوريا! مكانك يا كبداكي. كويس يا بت. الله 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 الله، ده انتوا طلعتوا معرفة قديمة بقى. ما هي دخلة الشاطر حسن دي عشان ينقذ ست الحزن، تبقى الحتة بتاعته. يلا حبيبي يلا عشان تموت جنبها حبيبي. يلا بص يا مروان، انا هاخد كوريا وهنخرج من هنا. قديم قوي الفيلم ده. تروحي معايا يا تمشي. ماشي. الف سلام عليك يا كوري. وانت مالك يا صاحبي؟ ايه ده؟ ايه الدم ده؟ الف الف سلام عليك. خلاص خلاص مالك. مروان مروان اجوان اجوان. شفتي بتلفي تلفي وترجعي لي زي القرش الممسوح. روح روح هاتي لي دكتور بسرعه. انت ايه؟ ايه كل الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ها؟ انت مش مكفيك كل اللي عملته فيا؟ لسه بتعورني؟ انت فاكر نفسك ايه يا مروان؟ ها؟ انا مش هجيب لك الاسعاف، هسيبك تموت قطر قطر عشان كل اللي عملته فيا وعملته في ماما وكل الناس. هاتي لي الدكتور بسرعه. مش هجيب لك دكتور. يلا انت بتاعي انا يا مروان، ومحدش هيقتلك غيري. انت فاهمني؟ محدش هيقتلك غيري. هايدي هانم، تحبي الفلوس بتاعتك تتحول على انهي حساب؟ ولا تحبي تصرفيهم كاش؟ ولو اني اشك ان المبلغ كبير شويه. فلوس ايه؟ انا مش فاهمه حاجه يا نادر. فلوسك اللي مروان نصب عليكي فيها ال 25 مليون دولار، مالهم؟ تحبوا تاخدوها ازاي؟ ناخدها ازاي يعني ايه؟
إذا كان مروان مات ومالوش ورثة والفلوس دي المفروض تروح للدولة، ده لو اليونان أصلاً أفرجت عنها. الكلام ده مش مظبوط يا هايدي، لأن مروان ليه ورثة. ورثة مين؟ مراته. مراته مين؟ حضرتك. إيه؟ يا حبيبي مروان طلق هايدي قبل ما يسافر. أبو طالب بيه مروان طلق هايدي شفوي، كتب لك ورقة أنت طالق يا حبيبتي. لكن وهو بيعرف فعلاً ما كانش عنده وقت يروح للمأذون ويوثق الكلام ده، وبالتالي انت قدام الحكومه مراته، ولما مات تبقى انت الوريثه الوحيده ليه. وانا كلمت البنك والسفاره في اليونان وخلصت كل الاجراءات معاهم والفلوس جاهزه على التحويل. زغرتي يا كوكي. الله اكبر. والنبي انت ربنا راضي عنك ونيتك صافيه. الحمد لله. ما حدش هيخلص الحكايه دي الا الراجل ده. اسمعوا بقى، الفلوس دي مش بتاعت انا لوحدي. اولا انا هعمل براند باسمي وهفتح مصنع اللبس اللي طول عمري بحلم بيه، وكوكي هتبقى شريكتي. انت بقى يا دكتور نادر هتظبط لنا كل حاجه وتخلصنا الموضوع. لا 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 اهدي شويه. دكتور ايه؟ مصنع يعني كبداك. اسمعي مني، ده كبداكي لعبته المصانع كده اهو. مصانع يعني كبداك.